بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. من هان عليه نفسه هان على الناس. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 796 يبدأها المهندس عدلي بمن هان على نفسه فهان على الآخرين. مين ده؟ أستاذ إبراهيم، أحيانا أنظر إلى الأمر وأقول يا جماعة، هي كرة القدم دخلت عندنا السنة دي ولا بقالنا 3 4 سنين، ولا إحنا فين من خريطة الكروية؟ لما نصل الناس مستغربة قوي، تقول لك بلجيكا خدت 1.25 مليون وأنت خدت 250,000 دولار. مستغربين ليه يا جماعة؟ ده إحنا فرحانين قوي إن عندنا حكم ماتش ودي لفرقة بتستعد لكأس العالم، ويا ريتها موجودة الفرقة دي في دوحة مثلا، يبقى حضر جزء من الحدث أو ليلة افتتاح. إحنا وعمالين يسألوا كابتن إبراهيم نور الدين، قول لنا شعورك إيه؟ كنت بتقول لي ميسي كان بيقول له إيه؟ ريحته عاملة إزاي؟ أنا عايز أسأل سؤال. كان بيقول حكم كورة بيحكم لفرقتين فيها أحسن لعيب في العالم، حصلت. الله يمسيك بالخير بقى يا كابتن جمال غندور، كويس انك بترد على الناس وبتتكلم معاهم. والله يا اخوانا مش كده، مش عايزين نسطح الامور ونحس ان احنا بمزيد من الفخر والاعتزاز. لدينا حكم ماتش ود بين فرقتين في بلد ما هياش المنظمه لكاس العالم. يا جماعه مش كده. وانا الشيء الوحيد اللي عجبني ان الكابتن ابراهيم نفسه ما احتفاش بالامر زي اللي بيحتفوا بيه، يعني ما انزلقش ان هو مش مصدق نفسه، ودي عجبتني منه بصراحه. لان تقيل المره دي، المره دي طبعا، لان هو له ذكريات في الملاعب تخلي الواحد يقلق ان هو لو اتصرف بخفه بقى لا ما ينفعش، فهو ما اتصرفش بخفه، تحسب له. وكويس اهو حكم ماتش بين فريق رايح يلعب في كاس العالم، ماتش ودي راح، كويس ماشي. لكن له لا على هامش كاس العالم، وله في الدوحه، وله في صلب الموضوع، وله حاجه حتى لو في صلب الموضوع. انت عايز ما انت بترسخ لفكره بقى الكابتن عصام الفتاح، يقول لك ده منتخب مصر نفسه ما راحش وانا رحت. شوف التصحيح بتاع الامور. فهان علينا نفسنا. فلما يجي بقى ايا من كان اللي تفاوض، انت عندك معلومات هتقولها لنا، ويقبل بانه ياخد 250,000، الفرقه مش محتاجه لحد تتدرب عليه عشان كاس العالم، هي بتاخد 1.25 مليون. مليون 350. مليون كم؟ 350. 350 وانا اخد ب 250، لان اللي رايح يتفاوض مش مصدق نفسه. ما فيش هتاخد 250,000 دولار، في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ مصر ما تسطحوهاش للدرجه دي، كفايه بقى. يعني اللي مش عارف قيمتها لا يتصدى لها. ده كلام نيابه عنه. ده كلام مهم جدا، هناتي على الكثير من تفاصيله في هذه الحلقه، وهذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله، شكرا دولة رئيس الوزراء. الغربال دوحة المونديال، وبعظمة لسانه الأهلي في عيون جريئة، والشمال حمراء عن طلعت حرب باشا، وفي أسرار الملك سيد صالح، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. طيب، النهاردة أو منذ قليل أعلنت في أبو ظبي نتيجة الفائزين بجوائز جلوب سكر. ما تدينا فكرة عن الجائزة دي. الجائزة تابعة لمجلس أبو ظبي الرياضي او مجلس دبي الرياضي. نقطتين مهمين جدا عايز اركز عليهم استاذ ابراهيم في اللقطه دي. بخلاف
يعني ان هو يعني قيمه تستحق التكريم، لكن الرساله اللي وجهها بالعربي ثم باللغه الانجليزيه ليها معنى هائل جدا عندي، اننا ايضا نصدر ثقافتنا بلغتنا ورسالتنا. ومحمد صلاح حريص كان يقولها بالعربي عشان يكون ملهم لغيره، وقال ان المشكله كلها ليست في فوارق الموهبه ولكن في فوارق العقليه، المنتل طريقه التفكير. وهنا يذكرني هذا الامر يا استاذ ابراهيم بديتريش فايتسا لما كان بيمر الاهلي وانا بعمل معاه حديث للمصور، وقتها كنت بكتب في المصور وبساله السؤال التقليدي الفارق بين اللاعب المصري واللاعب الاجنبي. قال لي انتوا بتسالوا السؤال ده وانا هجاوبك عليه، لا يوجد اي فوارق في الموهبه. قلت له في الجانب البدني، قال لي ولا في الجانب البدني. انا مرنت، وراح فاتح لي اجنده مرنت 200، بس خد بالك توقف قدام دي بقى، وده تخلينا بنسال ايه اللي بيحصل دلوقتي. مرنت 247 تدريبه ما عنديش شد عضلي في الفرقه، والفرقه بتجري 90 دقيقه بتنفذ اللي انا بقوله. قلت له امال الفرق فين؟ قال لي الثقافه وفلسفه الاداء. اللاعب المصري مش مصدق قدراته، مش مصدق احلامه، لا يعمل بالثقه الواجبه، ودائما ينظر الى الخارج ليتلقى التعليمات. لاني انا بحضر ماتشات الناشئين بتزع الهوا من على دكه البدلاء، المدرب واقف بيلقن اللعيبه، باصي اجري ارجع اعمل، فما فيش، مش سامح بحريه القرار للاعب في الملعب، واللاعب دائما ينظر الى الدكه. لو اللعيب اصبح في القرار، اذا بنلخص الموضوع ايه؟ وهنا نخش على العبقريه التي تميز محمد صلاح. هو امهر من رونالدينو؟ لا. هو امهر من الكابتن الخطيب؟ لا. هو امهر من لعيبه مهرة كثيرين كابتن حسن شحاته؟ لا. ولكنه صاحب القرار المناسب في اللحظه المناسبه بالسرعه المناسبه بالقوه البدنيه المتطوره المتفجره، فاصبح يستطيع ان ينافس في اوروبا. هو ده الفارق، قدرته على اتخاذ القرار السليم يا استاذ ابراهيم، هذه عبقريه محمد صلاح. وقدرته مش بس على اتخاذ القرار، وتنفيذه بالشكل اللي يخليه يتفوق على كل اللي حواليه. مش فايسا بس، فاكر مانويل جوزيه في الحوار المطول واحنا راجعين من اليابان؟ ايوه، قال لك انت حاجه انا قلت لك اللي اعرفه عن، انت قول لي الحقيقه. ساعتها مانويل جوزيه تقريبا قال اللي قبل منه ب 20 سنه قاله ديتريش فايسا الالماني، ايه الفرق بين لعيبتنا ولاعيبه اوروبا؟ قال لك انتوا ممكن تكونوا امهر، بس الازمه الحقيقيه عند اللاعب المصري والشخصيه المصريه والعربيه ثقتكم في نفسكم قليله، انتوا ما عندكوش ثقه ان انتوا ممكن تكونوا احسن من الغرب. وده مش، محدش مصدق صلاح، صدق مش الكلمه دي تفسر لك اللي انا قلته في الناس اللي مستغربه انه بصفر، طيرانين قوي وفرحانين ان لنا حكم كلم ميسي. قلت له ايه؟ قلت له ايه اللي شفته بجد؟ هيقول له ايه؟ خد منه معاد على العشاء؟ يعني قال له ايه؟ انت ضحكتني، فكرتني بالراجل المعلق الاماراتي تقريبا اللي بينقل المباراه، فبيقول للكابتن بتاع الامارات والنبي المس والمس، وهو بيسلم على ميسي، ده كلام المس المس، اكد لنا انه فعلا انسان. لا ده كلام، ده يعني الاحساس ان هذا المخلوق حاجه كده خياليه. ايوه، مال واستحق التقدير، احسن لاعب في العالم. لكن لازم نصدق، يعني عايز اقول ايه، مش انجاز ان انا اتصور مع واحد مشهور، مش انجاز ان انا احكم مباراه يكون فيها احسن لعيب في العالم، انجاز هنعتبره انجاز او فرصه طيبه او لحظه تاريخيه ممكن احتفظ بصوره تاريخيه، لكن ما احتفيش بيها لدرجه تقول لنا قلت له ايه وقال لك ايه. قلت له ايه ده؟ بصيت له ازاي؟ ريحته عامله ايه يا استاذ ابراهيم؟ الكلام ده لو كان ميسي كلمه قال له بس انت عارف انا بدور عليك من زمان، نفسي تحكم لي ماتش مثلا، انت فينك يا ابراهيم؟ فانما ما حصلش هذا الكلام، والمناسبه مش في كاس العالم، وحتى لو في كاس العالم لازم ابقى انا 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 شخصيتي، ده انا واقف ماسك الصفاره، انا سيد الملعب، انا فلان الفلاني اللي ممكن لو غلط ميسي اديله جزا لا سمح الله. فكمان ان انا تسمح لي احسب على حضرتك فاول، يعني دي اللي ناقصه، معلش يا ميسي. فاحنا
مع يعني مع تقديرنا العظيم لأي موهبة على مستوى العالم، لكن الحكم لازم وفي لحظة مسك الصفارة وأقوى من جميع من في الملعب. طيب كلام الكابتن محمد صلاح الحقيقة هي رسالة لكل شاب أو لكل إنسان عايز ينجح. قال لك أنت بتصدق نفسك وبتصدق موهبتك وبتبذل مجهود وبتشتغل على قدراتك. اللي بيشتغل على قدراته وينمي قدراته ومواهبه ما عندوش أي مشكلة في إنه يوصل للهدف اللي هو عايزه. ده اللي محمد صلاح عايز يقوله. قال لك إحنا موجود، أنا موجود هنا لأن أنا اجتهدت وتعبت واشتغلت. دي رسالة لأي حد، للطالب اللي بيذاكر واللي بيشتغل واللي بيعمل والرياضي واللاعب والناشئ والكبير، كل واحد يؤمن بموهبته ويصدق قدراته ويشتغل عليها. هو مضمون الرسالة كده. آه. طيب بمناسبة كأس العالم، كابتن محمود الخطيب اللي وصل بسلامة الله من يومين من رحلة العلاج اللي كانت في باريس، وبدأ شوية شوية يحط ايده في الشغل ويتابع الملفات المهمة دي، يمكن جانب من استقبال سادة أعضاء مجلس الإدارة له، الأستاذ العمري فاروق، الأستاذ طارق أنديل، والمهندس محمد سراج، والدكتور سعد شلبي، والزميل جمال جبر، والحقيقة الكل، والكابتن أسامة حسني، كانوا في استقباله في المطار. الحمد لله على السلامة يا كابتن بيبو. والحقيقة كابتن خطيب وجه اعتذار وشكر لسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، اللي قدم دعوة للكابتن الخطيب لحضور مباريات كأس العالم في الدوحة. كابتن الخطيب أكد على تقديره وامتنانه للدعوة الكريمة، لكنه اعتذر عن عدم تلبيتها في الوقت الراهن لظروفه الصحية وعودته قبل يومين من رحلة العلاج. تمنى أنه في حال تحسن حالته الصحية إن شاء الله يمكنه تلبية الدعوة بحضور أحد الأدوار النهائية في البطولة. وأكد رئيس النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في القائمين على المنظومة الكروية في قطر ونجاح البطولة تنظيميا وفنيا، لأنها بتقام على أرض عربية وهتكون الأفضل، خاصة أنه كان في استعدادات وتجهيزات وإمكانيات كبيرة جدا لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير وتقديم نموذج رائع لهذه الاحتفالية الكروية العالمية. بعد طبعا ما نقول الحمد لله على السلامة للكابتن اللي تركناه يرتاح امبارح، وهو أصر أنه ينزل برضو. ما كناش عايزين نلح عليه بهموم العمل، إنما عايز أخد من آخر كلام له. أي ثقته في استعدادات قطر، ثقته في الرسالة التي يمكن أن تصل إلى العالم من خلال تنظيم بلد عربي لهذا الحدث الكبير. هو أنا ممكن أربط حدثين ببعض ولا أستناك في فقرة أخرى؟ عندنا فقرة أخرى. أستنى؟ آه طبعا تستنى وأنا أقدر. ما هو أنا شوف أنت هنا الكوتش. لا ده إزاي؟ حستنى أنا الكوتش وأنت بس ما تنسينيش، لأن الحقيقة أنا قاعد مبسوط جدا. يعني قاعد مبسوط. هقول لك ليه لما يجي ميعاد الفقرة اللي أنت. طيب. بمناسبة برضو الأهلي، النهاردة ظهر النادي الأهلي في الجزيرة وفد من لليجا الأسبانية، رابطة الأندية الأسبانية، ووفد نادي سيلتا فيجو الأسباني، لتعميق العلاقات مع النادي وتعزيز أواصر التعاون. الوفد كان فيه راؤول أستاليا مدير مكتب لليجا في مصر، وكارلوس سلفادور مدير التسويق والرعاية في نادي سيلتا فيجو، ده تبعك أنت، وماركو روتشا مدير الإعلام والتواصل بالنادي الأسباني. ده تبعك أنت رايحة جاي. كان في استقبال الضيوف في الجزيرة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والعميد خالد مرسي مدير المقر. خلال الزيارة اللي تفقدوا فيها مرافق النادي وإمكاناته ودولاب البطولات والملعب وقطاع الكورة، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالبنية التحتية والإمكانات في النادي. شدد سلفادور على أنه نادي سيلتا فيجو يرغب في تعزيز تواجده في قارة إفريقيا من بوابة النادي الأهلي، مشيرا إلى أن ما شاهده من منشآت وملاعب وبنية تحتية يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها نادي القرن في أفريقيا. وفي ختام الزيارة المهندس محمد سراج أهداهم درع النادي وفانيلته. يا جمالك يا أهلي، ما من احنا وصلنا، انا كنت هقول لك ما من شهر، ده ما من اسبوع، ايوه، الا ما يجي لك
وفد رفيع على مستوى رفيع بحدث عالمي يكون عندك. لكن انا لفت نظري، كنت ارجو ان يكون لفت نظرك انت كمان، تشكيله الوفد اللي جه. ايوه، اعلام وتسويق واتصال خارجي. لا كمان ضيف بقى دي عليه، ضم الوفد كل من اول مين واحد مين راؤول أستاليا مدير مكتب لاليغا في مصر. في مصر، تخيل لاليغا الاسباني له مكتب في مصر. يا جماعه يا اللي انتوا مستهونين بالتسويق والانتشار بقيمه كره القدم المصريه، هو لاليغا يبقى لها مكتب في مصر ليه؟ الا اذا كانت شايفه حجم السوق، حجم السوق المصري وما يمكن ان يضيف لتسويق الدوري الاسباني. طب الراجل ده ما تجروا بقى على مستوى المنتخبات تتكلموا معاه، مستوى الانديه تتواصلوا معاه. انا متاكد ان احنا يمكن كنادي الاهلي نخرج بفوائد من هذه الزياره، ان احنا عقبال ما يا رب ما يبقى الليغا المصريه له مكتب في موزمبيق. دي رابطه الدوري الاسباني يا جماعه، اللي هي كانت اعلنت من خلال الجامعه اللي بتملكها الجامعه العلميه انه تدريس ماده النادي الاهلي نموذج للنجاح في الشرق الاوسط ضمن المواد العلميه في اكاديميه او شبابنا نماذج مشرفه يا استاذ ابراهيم. محمد يعني سراج، يعني شوف محمد سراج ما شاء الله بما. طب هي دي جت ازاي؟ لدراياتهم ان الراجل ده عنده مجلس اداره هنا. صحيح. فبداوا طمين النادي الاهلي، خدوا الصوره الطيبه عن النادي الاهلي. اصبح النادي الاهلي لما يبحثوا لا ده النادي اكبر مما سمعوا، مما كانوا يتوقعوا. فييجوا على طول يتواصلوا. شباب الاهلي رائع وجميل ومستقبله حلو، ومستقبل الاهلي معاه باذن الله. سراج مضيء، سراج وكل شبابنا والجرحي والضماطي ومين مش عايز انسى، ومهند وحتى الكبار، يعني نماذج في النادي الاهلي كل واحد لوحده يشيل مؤسسه. هتشيل يشيل قوي ما شاء الله. طيب واحنا في الاهلي بقى، النهارده الفريق وصل تدريبات واتمرن على فترتين. مارسيل كولر عمل محاضره وبعد كده تدريبات خططيه وتاهيل. كمان الثلاثي المصاب ديانج وعبد المنعم، عبد المنعم كمان لابس واقع على وشه عشان الاصابه، وكمل تاهيله مع اليو ديانج وعمار حمدي، وعمار بيخوض المرحله الاخيره في البرنامج التأهيلي بتاعه بعد جراحة الرباط الصليبي. قدامه مش كتير إن شاء الله، أيام قليلة ويدخل الكرة بالتدريج. كمان المران المسائي كان كله شغل بدني وفني وتقسيمة. منعم اللي بدأنا من أول سنة عيني شايفين الصورة دي وتعودنا عليه، فيها نموذج يعني طيب وراجل وفي نفس الوقت متطور. قبليك شفنا ازاي اكرم تحامل على اصاباته وازاي كان يعني اختصر فتره الغياب. شفنا عوده متولي واضافته للفريق، وباذن الله عمار يحدث هذا الفارق تباعا نجومنا لما تعود والسلية راجع. بس ده يجي ده يغيب، يعني النهارده تسمع حمدي فتحي. ايه ده؟ حمدي فتحي اصابه عضليه مع المنتخب في بلجيكا في الكويت. ايه ده؟ ليه كده؟ ده دليل ان لعبتنا فعلا يا جماعه مش هزار، راجعين من اجهاد تراكمي. يعني واحد يقول لك انت بتبتدوا تقولوا لنا الاجهاد بدري، ده تراكم يا جماعه، تراكم. وكويس ده لو ما خدوش الراحه دي ما كنت هتشوف موسم من اعجب ما يمكن. عشان كده محتاجين صفقات في الشتاء. انت محتاج حاجه قول لي بس. قول لي انت ايه، قول لي قول لي طلباتك اوامر يا استاذ ابراهيم. ايه الجديد؟ بص الجديد اللي في السوشيال ميديا وفي الرأي العام، ولا الجديد اللي جوه الحقيقي؟ الحقيقي الجديد الحقيقي، لا تستمعوا لأي كلام لا يصدر عن النادي الأهلي. مفيش فلان الفلاني وأسعار واجتهادات واقتربة ووقع واحتفالية. ايه يا أهل الخبطة الجامدة دي؟ العملية دي قد لا تخلو من أهداف تصدر لك طاقات سلبيه. ليه؟ اما كبر لك، وانا قلت الكلام ده وقت ما كنا بنتفاوض مع المدربين الهاي اكسبكتيشن، اما احط لك التوقعات العاليه في مستوى معين وتيجي تجيب اي لعيب
لا يلقى القبول، لانك انت مركز ان هو ده المعجزه. لما جاتش المعجزه دي يبقى احنا اخفاقنا. غير حقيقي الاسماء التي يتم تداولها انها ده في منهم اسماء خلاص رايحه اوروبا. رايحه اوروبا. فما ما نهدى شويه، لان مؤكد ان الكوره كانت مستنيه عوده الكابتن الخطيب عشان يحط النقاط على الحروف، والمعنيين بالامر يبتدوا ينطلقوا في يعني لم يتم التحديد بعد. ما انت عشان يجي لك التكليفات لازم الشغل ده الاول يتم. أيوة. الفني. أيوة. اللي من خلال جهاز الكوره، وحتى على الاقل كابتن الخطيب يعني قبليهم ممكن في النص يبقى فيه لجنه التخطيط حصل دردشه معاه واستقرار. فده لسه كابتن الخطيب ما خرجوش في صوره تكليفات. يبقى كل اللي فات ده خدوا على اساس اجتهادات لاصحابه. ما هياش في الصوره خالص. وجزء منها وكلاء. وكلاء. طبعا. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. الوكلاء بيأثروا فيه. يقودون الايمج، يقودون الصوره الذهنيه في مصر لكره القدم. هم اللي بيعملوا النجوم، هم اللي بيفطسوهم، هم اللي بيعملوا الارقام الخياليه الخزعبليه. واخد بالك؟ هم اللي نتيجه ايه؟ ان الوكيل بياخد نسبه، فكل ما المبلغ يزيد نسبته بتزيد. زائد ان الجزء اللي بياخده اللعيب مش هيضحي بيه، هو هيحطه على اللي عايزه. النادي مش هيضحي بيه، هيحطه على اللي عايزه. فيجي مين بقى اللي يدفع؟ المستهلك اللي بيتعاقد. فلا طبعا، على الاقل 30-40% زادت عبء على السوق الكرويه من شركات التسويق ووكلاء اللاعبين. ما بقولش انها ملهاش لازمه، ممكن يبقى لها لازمه واهميه لو كل واحد بيشتغل انه دوره انه يبقى مدير اعمال مش وكيل سمسار هيت الران. وبعدين يبقى كل دوره انه يشجع اللعيب بتاعه انه يعيش حاله المظلوميه عشان ياخد حقوق. وانه ازاي يختصم ناديه، وازاي لا كلمه ازاي ينجح مع ناديه. يعني انت دورك انك تجيب له حقه باهم الطرق، لكن اول ما يبقى لعيب عند نادي دورك انك ترعى العلاقه دي. ترشده للسليم، تنجحه مع ناديه طبعا، مش تحوله لاداه ضغط على ناديه. نتمنى ان الامور تنضبط في هذا الاطار. عشان كده صلاح ناجح. صلاح معاه مدير، بس مدير عمتز. اعمال ده بي 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 بيدير له بينوب عنه في كل حاجه. ما هو صلاح ممنوع انه يدير اعماله. ده فول بروفيشنال. محترف بشكل كامل. فاللي بيدير له اعماله حد. هو اللي بيقول له حتى الصوره، تطلع تتكلم فين، تعمل ايه، تحضر دي ما تحضرش دي، ترد على دي ما تردش على دي. ف اللايف كوتش ده انا لسه كنت بقول لك من كذا مره، عايزين لايف كوتش، عايزين منتال كوتش، الذهني الذي يدير الموهبه ويدير الاعمال للمحترفين ويساعدهم ان ينجح. ده على مستوى العالم مش عيب، حتى في الالعاب الفرديه واضحه جدا. سيمبرس ونادال وكل الناس اللي اجاسي ده كان متعسر جدا. بتاع التنس، وما كانش عارف يخرج من اطار الثالث ولا الرابع، لحد ما لايف كوتش قفز المركز الاول بسنين باحتكار لمده طويله. الناس دي مش بتهزر، عارفين ان ده بيزنس، فبيجيب حد يخليني اتصرف صح. طيب، امبارح كان من المفترض ان تتعمل قرعه دور المجموعات لدور الابطال والكونفدراليه. امبارح الظهر في القاهره، لكن الكاف اعلن عن تاجيل القرعه لاجل غير مسمى. هو في غمضة. سببين هو انا في مش سببين. عايز اصدق الكلام ده اللي بيتقال. السبب يعني ده يبقى غريب جدا. ايه؟ لعدم ثقتهم في خالص في يعني القرعه. وكره بارده وكره سخنه يا جماعه، ده كلام غير موجود خالص. على فكره السبب الحقيقي، غالبيه اعضاء اداره المسابقات في الكاف كانوا موجودين في الدوحه. كانوا موجودين في الدوحه. ده هم مفهوموش. عدد قليل منهم كان موجود في القاهره. بقيه الناس كانت جايه من المغرب، وهم جايين من المغرب على الطياره كان في مشكله هنا حصلت على حقوق البث بتاعه القرعه. قناه اون تايم سبورت اشترت حفل القرعه. ما كانش واضح بالنسبه لهم في العقد مع الكاف حقوق القنوات الاخرى في المناطق الجغرافيه الثانيه في الجنوب والغرب.
هي انت شاري حصري فوجئ انه فيه قنوات او الشركات اللي موجوده في الجنوب وفي غرب القاره عايزه تكون بتغطي. طب هتغطي الانهي زون؟ حصل خلاف على الحقوق. الاتحاد الافريقي ما صدق المساله لسببين، السبب الاولاني انه الاداره كلها مشغوله، السبب الثاني انه شاف انه لسه بدري قوي. انت بتتكلم في 16 فبراير بدايه دور المجموعات، فما عندوش مشكله انه يعملها في النص الاخير او 25 27 من ديسمبر بعد ما تكون انتهت بطوله كاس العالم وبعد ما الناس ترجع لشغلها. لكن كلهم موجودين سواء اعضاء اللجنه التنفيذيه هيحضروا الكونجرس بتاع الفيفا في الدوحه، او اصلا الموظفين العاملين في اداره المسابقات في الكاف موجودين في اللجنه المنظمه في بطوله كاس العالم وهيحضروا الكونجرس بتاع الاتحاد الدولي. فشافوا انه ما فيش سبب يخليهم يستعجلوا، لكن فكره ان هم اكتشفوا فجاه انه هيحصل تلاعب في القرعه، طب ما هيقدر يمنع، ما في النهايه هو الكنترول عنده هو. ما حدش هيحط له كوره بارده وكوره سخنه والكلام القليل اللي اتقال. ده مش موجود. لكن السبب الخلاف على الحقوق. وبرضه ده خلاف غريب. كاس العالم معروف ميعاده. يعني اللي بيعمل العقود بتاعت الحقوق هو الاتحاد الافريقي. فازاي يبقى في خلاف؟ انا مش قادر افهم والله. طيب كره السله بقى، النادي الاهلي امبارح فاز فوز مهم على الزمالك في دور المرتبط، والمرتبط قيمته الحقيقيه في ارتباط النتائج مع فرق الشباب، عشان كده فيها شويه من مؤشرات المستقبل. شباب الاهلي تحت 16 سنه فازوا على الزمالك فوز كبير جدا، تقريبا دبل سكور 62-34، والكبار فازوا 71-64 عشان يكون مباراة العودة دي كانت في برج العرب. اللقاء الثاني هيكون الجمعة بكرة إن شاء الله الساعة 1 الظهر، مرتبط الأهلي ضد مرتبط الزمالك، والساعة 3 مرتبط الجزيرة ضد مرتبط الاتحاد، الساعة 5:30 الأهلي الفريق الأول ضد الزمالك، والساعة 8 الفريق الأول للجزيرة ضد الاتحاد. الأهلي يحتاج الفوز في مباراة من المباراتين عشان يروح الدور النهائي، يكسب الشباب يصعد الأهلي، يكسب الكبار يصعد الأهلي. نقطتين قول بس. قول. قبل ما تقول أهم حاجة إن كرة السلة الآن بقت تحظى بتلك الثقة المقلقة. هتقول لي إيه بقى الثقة المقلقة؟ هقول لك النهاردة جمهور الأهلي يتعامل مع كرة السلة أنه الفريق الغير قابل للهزيمة. نفس اللي كان بيحصل مع كرة القدم مع مانو جوزيه. أيوة. وأصبح فكرة إنك أنت مش تكسب، إنك ما تكسبش المكسب اللي متوقعه الجمهور، لا مش مقبول. امبارح أنت كسبان الزمالك. وكسبان فوز مريح في في المرتبط، وفوز قوي تأجل للفترة الثالثة والرابعة كالعادة. الناس مش مبسوطة من الكلام ده. لا، ما كناش في مستوانا. عايزة باستمرار تبقى الفوارق غير قابلة للنقاش من أول لحظة. وهنا لحظة القلق. مش عايزين الناس بقى يعني، لان هتقلب بعد شويه كده تبتدي انتقادات. يعني انت لو انت بعد شويه المكاسب ما بقتش بالاريحيه المعتاده، هنبتدي مرحله الانتقاد. الفريق كويس جدا، جاهز جدا، مدربه كويس جدا، ما حدش فيه مقصر، الروح عاليه جدا، ولكن كان في عناصر مهمه جدا راجعه من اصابه. أحسن لاعب في مصر وفي الوطن العربي إيهاب أمين لسه راجع. سيف سمير أحسن لاعب ارتكاز كان لسه راجع من إصابة. ربما هو كمان مستر أجوستي بيسند على الناشئين لحد ما وصلنا نبقى عندنا واحد منهم من عصب الفريق زي عمرو زهران. فأنت هو عمال بيدفع لك بناس، ادوا الراجل مساحته في انه يتصرف صح،
هو ماشي باذن الله في خططه صح. الظاهره المقلقه انا معاهم فيها الرميات الحره، ما يصحش ان احنا لعيبه بالمستوى ده تبقى ادائها في الرميات الحره هو اللي بيهددنا. يعني لما انت نسبه رمياتك الحره الاخفاق فيها يزيد يبقى بتسهل دفاعات المنافس عليك، بدل ما تجيب الباسكت من سلميه ولا لا اعمل عليك فاول، هتغلط لك في واحده وتجيب واحده ولا تغلط في الاثنين لا. لكن انت بقى لو نسبتك عاليه في الرميات الحره الدفاع مش هيبقى بالجراه دي عليك. انا بتكلم طيب. في ناحيه ممكن تاثر على التكتيك والتكنيك بتاع اللعيبه اللي ضدك. فاتمنى ان لعبتنا تركز في الحته دي شويه، ومش عايز برضو كتر الماتشات وتلاحق البطولات والتحديات يوصلنا الى التشبع او ان احنا مرهقين او ان احنا لان داخلين في السكه دي شويه، لان برضو مواسمنا متلاحمه شويه في السله. عقبال يا رب ما نقلق كده في الكره الطايره في كره اليد ان شاء الله. اللي كره اليد يعني خدنا بالاسباب الا حته ونشوف ايه اللي بيحصل. طيب واحنا بنتكلم بقى على ملوك الصالات، الحقيقه بنات الاهلي في كره السله كمان فازوا الاسبوع ده بالدوري على حساب سبورتنج، عملوا اداء رائع جدا وفوز كبير قوي عشان تاكد بنات الاهلي الاستحقاق الكبير بالتتويج بهذه البطوله ايضا. اتفرجت انا على جزء كبير من الماتش الاول واتضايقت في الاول. ايه في ايه خير بعد كل ده؟ ازاي احنا عمالين يعني الفتره الاولانيه كنا متراجعين ليبدا الاعصار بعد كده ثلاث اشواط بقى. يعني الماتش الاولاني ده خلص بنتيجه مريحه، الماتش اللي بعديه خلص بنتيجه مريحه جدا. اللي عيبني فكره مرتبط السله في البنات رايح جاي مش مرمي طوبته، ما كان قبل كده ما لا بيجيب لك ماتشات برضه مهمه. في الرجال بسم الله ما شاء الله يا رب تكمل كده. انا بس ايه ما تابعتش نتيجه المرتبط بين الجزيره والاتحاد السكندري، تابعت الفريق الجزيره الكبير. الجزيره فريق دي برضه تقيل ويخوف طبعا. لكن برضه الاتحاد كان ممكن يبقى احسن من كده او ما كانش يومه برضه. لكن الجزيره فريق كويس قوي، مش الفريق اللي تكسبه الا اذا كنت في حالتك الطيبه. لازم تكون في حالتك الطيبه. مش فاكر انا بقى المرتبط ما حدش جاب سيره. الزمالك بعت شويه. لا الزمالك انت فاضل لك لا اللي شوف الزمالك هم مبسوطين ان في اطار الصعوبات اللي فيها الفريق وصل للمرحله دي. انا ما اعرفش هتكمل ازاي، انت عندك ماتشين مرتبط واول لازم تكسب واحد منهم. وطبعا يا سلام لو تكسب الاثنين ان شاء الله. انما طبعا ظروف الزمالك وسمعنا المحترف اللي مشي مره واحده ومش يعني الفريق طبعا مش في افضل ظروف. تاني لو يقدروا يقولوا لي نتيجه المرتبط الجزيره والاتحاد هنجيبها لك. كانت كام؟ واضح يمكن يكون الاتحاد كسب عشان كده ما علقوش ان الجزيره ناقص له ماتش. بس الجزيره لو كسب في الكبار تاني خلاص ما هو فريق لو خسرت المرتبط الماتشين وكسبت الكبار الماتشين تعدي. لو حصل العكس ما تعديش. طيب بشكل رسمي انتخاب انفانتينو مجددا رئيسا للفيفا، كان النهارده اخر ميعاد لباب الترشيح، الانتخابات في مارس اللي جاي ان شاء الله. النهارده غلق باب الترشيح في الاتحاد الدولي، لم يتقدم احد غير السويسري جياني انفانتينو. وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي انه تلقى ترشيحا واحدا لانتخابات منصب الرئيس بعد دعوه مجلس الفيفا لاجراء الانتخابات في 30 مارس 2022. قال كمان الفيفا انه تقدمت الاتحادات الاعضاء لكره القدم باقتراح في المهله المحدده وحسب الاصول لترشيح الاسم التالي لمنصب رئيس الفيفا في الانتخابات التي من المخطط ان تجرى
خلال الدورة 73 من كونجرس الفيفا في العاصمة الرواندية كيجالي في 16 مارس 2023، وأوضح لم يتقدم سوى جياني إنفانتينو للانتخابات ولم يتم تقديم أي مرشح آخر. مبروك لجياني إنفانتينو، هذه المفاجأة الكبرى في فوزه. أستاذ إبراهيم، اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الكرة الدولي ما بي يعني تعرف انت بلاتر لولا الاقصاء المؤلم اللي حصل له ده كان ممكن تليه لحد دلوقتي رئيس الاتحاد. ما بتبقاش تغيرات كتيره في المناصب دي. طيب انت طلبت نتيجه مرتبط الجزيره والاتحاد، الجزيره فاز 77-73 على الاتحاد. يعني الجزيره لو كسب المرتبط بتاع الاتحاد هو اللي هيلعب النهائي، يلعب النهائي مع الاهلي. بس المهم ان احنا نكسب ان شاء الله المباراه. انت عايز مباراه والجزيره عايزه مباراه. انت عايز مباراه والجزيره عايزه مباراه، لكن ده يوضح ان الجزيره كان لها بيت في الدره محدش شايفه. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ماذا يجري في الكويت وايضا ماذا يجري في الدوحه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بكرة إن شاء الله مباراة منتخب مصر وبلجيكا. المباراة أهميتها من كذا زاوية، هي طبعا جاية بروفة أخيرة للفريق البلجيكي قبل بداية كأس العالم، فاحتاج يلعب مباراة ضد فريق قريب من المدرسة المغربية، لأن المغرب معاه في نفس المجموعة. عشان كده هتلاحظوا أنه القناة اللي مهتمة أنها أول قناة اهتمت تشتري حقوق بس المباراة ديت كانت الفضائية المغربية، هم كمان مهتمين يشوفوا اخر حاجه لمستوى الفريق البلجيكي. الفريق البلجيكي مصنف تاني العالم حاليا، يعني هو التصنيف التاني حسب نتائجه في الفترات الاخيره. هو كان الاول. ده هو البرازيل جت خدت مكانه. فده اخر تدريب للمنتخب مع روي فيتوريا في القاهره قبل ما يسافروا على الكويت. الحقيقه هنا في اكتر من نقطه للمباراه ديت. الشركه اللي نظمت المباراه، وده أنا بستغرب إنه الاتحاد المصري لكرة القدم بكل ما فيه من خبرات، يكفي إن في واحد زي خالد الدرندال الراجل عنده خبرات كتيرة وطويلة في التسويق والإدارة والماليات، سابوا الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي أولا يروح هو اللي يعمل الاتفاقية على المباراة، ثانيا هو اللي يطلع رئيس بعثة. أول مرة أشوف رئيس الاتحاد موجود ونائب رئيس الاتحاد موجودين عشان يسلموا على الوفد الكويتي ويلبوا الدعوة ويتصوروا، ورئيس البعثة هو المدير التنفيذي. ده قمة الخلل الإداري، لأنه المدير التنفيذي يا جماعة يا أستاذ إبراهيم، المدير التنفيذي ده راجل مدير تنفيذي إداري، العنصر المسؤول. إحنا بنتكلم على منتخب مصر. طب اتحاد الكرة دلوقتي متساب من غير مدير تنفيذي ولا رئيس اتحاد ولا مجلس إدارة؟ وسافر لحق بيهم كمان الكابتن حازم امام مشرف على المنتخب، ازاي يبقى موجود ومش رئيس بعثه؟ بقول لكم يعني احنا بنخلق نفوذ لكوادر او اشخاص اداريين المفترض ان هم تنفيذيين، فاذا بيهم هم اللي بيديروا وهم اللي بيقودوا وهم اللي بيعملوا الديل. وانا هنا عايز احط كم ملاحظه، اتمنى انه لانه شفت الزميل مهيب عبد الهادي والكابتن كريم حسن شحاته جابوا الراجل مؤيد شهاب الكويتي ده رئيس اللجنة المنظمة للمباراة. الراجل بكل وضوح اتكلم على الأرقام بشفافية شديدة. منتخب مصر واخد عشان يلعب هذه المباراة 250,000 دولار. 250,000 دولار من الشركة المنظمة. الشركة المنظمة ليها عندنا مباراة كمان. يعني ال 250 دول مش على مباراة واحدة، لسه في مباراة. كان نلعب مع الأرجنتين فشلت، اتقال الكويت وفشلت، واتقال الاردن وفشلت. اذا الشركه ليها عندنا مباراه كمان. طيب قالك بلجيكا هتاخد او خدت عشان تيجي تلعب مباراه هي اللي طالباها، خدوا بالكم هي اللي محتاجاها وهي اللي طالباها، 1,350,000 يورو. ده تاكيدات المسؤول الكويتي. متخيلين ان منتخب مصر اللي مطلوب انه يلعب المباراه واللي بين صفوفه واحد من افضل لاعبي العالم حاليا، يعني اعلى القيم التسويقيه اللي موجوده، يعني تبيع عليه وانت مغمض
لو انت قلت هتاخد من بلجيك من الشركه نفس الرقم اللي هتاخده بلجيكا، محدش هيقول لك انت مبالغ، لان انت عندك محمد صلاح، انت جايب المحترفين كلهم يا سيدي. نصه الادهش والادهى كمان، الشركه المنظمه عارفه الجاليه المصريه وحجم المصريين في الكويت، اختارت تلعب المباراه في الكويت مش في اي حته تانية. فرق العمله كبير، التذاكر غاليه، بيستغلوا شغف المصريين وتعطشهم ويشوفوا منتخبهم ويشوفوا كمان محمد صلاح، فالتذاكر ولعت نار. تقريبا الشركه المنظمه واخده من التذاكر بس، مش من حقوق بس المباراه اللي متباعه لاكثر من قناه، عشرات الملايين بحسب التاكيدات الكويتيه. يعني اتقال بيع تذاكر بارقام كبيره جدا. يعني الجاليه المصريه دفعت للمنتخب انه يجي يلعب في مصر. بالظبط. يعني في الاخر المصريين هم اللي دفعوا عشان يشوفوا منتخب مصر. هنا المساله غريبه جدا. انت بتتكلم على ربع ما يحصل عليه او اقل من ربع كمان المنتخب البلجيكي. يا استاذ ابراهيم. اه. من هانت عليه نفسه. هان على الاخرين. هان على الناس. اه. هو هيجيب لك منين الريسبكت؟ اذا كنت انت رايح بتبعت. اه. المدير التنفيذي يتفاوض ويقرر ويرأس البعثة ما انت ممكن يتفاوض لانه هيقول لك هو صاحب الحق في التوقيع، احنا مدين له هذا الحق، بس اللي بياخد القرار مجلس الاداره اللي بيرأس البعثة. وانت مسافر ليه يا استاذ؟ هو احنا هنفضل نسافر ضيوف على الناس واحنا لينا مناصبنا الرسميه ومسؤولياتنا؟ كل بطولة يطلعوا ضيوف وفي رئيس بعثة تاني تستغرب له؟ ايه الاستهانة دي؟ يعني 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 النادي الاهلي بيطلع كابتن خطيب او من ينوب عنه من مجلس الادارة، عضو مجلس ادارة، لان ما هو رئيس البعثة الناس مش قادرة تدرك يا جماعة ايه اهمية رئيس البعثة. يعني هو مش رئيس البعثة ده اللي بيقول لهم شدوا حيلكم يا اولاد أو يصب عليهم وهم رايحين المطعم وراجعين. رئيس البعثة بيبقى مفوض بسلطات مجلس إدارة الهيئة خلال السفرة. يعني هو عنده هذه الصلاحية. فلما كان يقول لك اتخذ القرار، فلما كان يجي يقول لك إيه؟ صرف مبالغ استثنائية مش عارف إيه، أو توقيع عقوبة أو 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 حدث سياسي محتاج إن أنت تاخد فيه قرار. ارجعك لدوره ميونخ. ها عبد العزيز الشافعي، الكابتن عبد العزيز الشافعي ربنا يديله الصحه، كان رئيس البعثه الاولمبيه مرتين في مونتريال وفي ميونخ. وفي المرتين يحصل حاجات. حصل الاول اختطاف، اول حادث لاختطاف طياره، وكان هو اللي بيتفاوض مع المختطفين الفلسطينيين المختطفين، وهو اللي خد القرار بعودة البعثة المصرية وهما في الملعب بيلعبوا. كان ناجي أسعد هيخش يعمل مسابقة الرمي وكان رقمه يديله الميدالية الذهبية. هذا هو ثقل رئيس البعثة، أهميته طبعا حقيقي بالتنسيق مع، مش هياخد قرار بالحجم ده إلا مع الجهات المسؤولة، لكن هو بيتصدى لهكذا مسؤوليات. على رأي حبيبنا عصام شلتوت انه يتصدى للمسؤوليات اللي على هذه الدرجة من الأهمية، انه في لحظة ما قد يضطر انه يبقى في موقف زي كده. طبعا. فانت لما تيجي تقول لي ان المسؤول التنفيذي هو هياخد صلاحيات مجلس الإدارة عشان يشتغل بيها في خلال هذه المدة، جماعة ده والله وضع لا يليق بمصر. مش عشان احترامي للاستاذ وليد العطار وقيمته، انا بتكلم على المنطق، بس انا بقول لك انا كنت مدير تنفيذي في النادي الاهلي، لكن ما طلعش رئيس بعثه، ما طلعتش ابدا رئيس بعثه. واخد بالك؟ وكان يمكن ان احنا بعثه مش لاقي لها رئيس اتفضل. واخد بالك؟ او في ظروف، او عشان يوفروا مكان، او عايزين يطلعوني. ما هو هيطلعوه ازاي ان كانش رئيس البعثه؟ هيطلع باي صفه؟ من كل مسافر، ما عايزين المجلس، هم قفلوا وطلعوا. واخد بالك؟ كلها حاجات ملهاش لازمه. ماتش ودي في الاخر، يعني انت
يعني خد مره، خده مره بالاسباب من غير ما يطلع حد زي حالتنا يقعد يتكلم وينتقد وينظر ما تسكتونا مره بالصح يا جماعه، نطلع نقول برافو عليكم سكتونا بالصح مره، مش عارف يعني واحنا غاويين ان شأن ما خصناش، انتوا حرين. طيب الانفنتينو قصدي روي فيتوريا كان سافر بقائمة فيها 24 لاعب، يمكن في الآخر اضطر لاستدعاء مروان حمدي بعد كمان الإصابات الكتير اللي في اللي في المنتخب دي، عندك تفسير ليها واحنا في بداية الموسم ولا هنا نرجع للكلام بقى اللي كان بيتقال وبينتقد فيه الأهلي، هل اختلاف الأحمال وعدم التنسيق أدى إلى هذا؟ هو ما هو ده اللي بانت في الواقعه بتاعت محمود متولي. ما انت عندك محمود متولي وعندك وانت ما رضيتش تودي وعندك مين تاني النهارده حمدي فتحي. طيب بس انت لما ما رضيتش تودي ياسر ابراهيم كان بناء على انه هو واصل للحمل البدني الاعلى ومتمرن في نفس اليوم اللي هم عايزينه يروح يتمرن في المنتخب. فلما الدكتور احمد ابو عبله تواصل مع الدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب وضح له الحمل التدريبي اللي شغال روي فيتوريا تفهم ده انه ياسر واصل للحمل الاعلى فمش هيقدر يروح ياخد نفس الحمل الاعلى والا هيصاب. ففكره تقنين الاحمال حتى هو فيتوريا قال انا دربت انديه كتير وعارف المشكله ديت فالتنسيق فيها واجب، بس قال انا اللعيبه لما هتخلص معسكر المنتخب كل لاعب هيرجع للنادي بتاعه معاه تقرير خاص بالحاله كويس. العضليه والبدنيه اللي وصلها كويس. حاجه كويسه عشان الجهاز بتاعنا دي يشتغل عليها، فنتمنى التنسيق ده يكون احسن من كده شويه نتلافى فكره الاصابات المتكرره دي. القايمه فيها الشناوي وعواد ومحمد الشناوي وعمر جابر واكرم توفيق واحمد حجازي وعلي جبر واسامه جلال ومحمود علاء ومحمد حمدي وحسين السيد واخد طارق حامد وحمدي فتحي والنني وامام عاشور ومحمود حماده وقفشه وطاهر محمد طاهر واحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وتريزيجيه واحمد حسن كوكا ومصطفى محمد، وتم استدعاء مروان حمدي ايضا. روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراه بلجيكا قال ان احنا بنواجه خصم كبير جدا بيستعد لكاس العالم، عارفين ان المباراه هتكون صعبه لكن احنا مستعدين. قال ان انا بنظر لكفاءة اللاعب وعطائه في الملعب مش لسنه، وقال ان منتخب مصر يجمع حاليا بين الخبرة والشباب، وقال ان انا بعتبر دي مباراة رسمية مش ودية ولا بد من تحقيق نتيجة ايجابية فيها، وده اللي انا بقوله للعيبة. وقال ان احنا عندنا لعيبة كبيرة والمحترفين في الخارج بتوعنا مميزين وجاهزين لمواجهة منتخب نعرف ان هو مميز جدا. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر وانه المباراه تكون على قدر يليق بحجم مصر الكروي اللي نسينا نشوفه في مكانته الحقيقيه. لكن هنا تصور انا قعدت ربطت في حاجه في الكلمه اللي قالها، لا انظر الى سن اللاعبين انظر الى حاله اللاعب. تخيل بقى ان انت بتلعب بطوله افريقيا بعد غياب عده سنوات في كره اليد للسيدات تقوم تاخد فريق من الصاعدين وترفض انك تاخد اقوى لاعبات القاره المحترفات بره عشان ان انت ليك خطه ومشروع مش في بطوله رسميه يا حبيبي. تكون النتيجه انك تخسر حتى في تحديد المراكز من الخامس للثامن والفريق واعد وكان بزقه خفيفه يقدر يكون في المربع الذهبي بسهوله. لو كان معاه اللاعبات مروه اسمها عيد مروه عيد عبد الملك أيه. والبنت الثانيه برضه محترفه هايله جدا. يعني ليه الشغل ده؟ وممكن يكون في ناس ثانيه هنا في مصر كانت تستحق السفر. انت رحت على بطوله افريقيا يا اخي، الرانكينج بتاعك وده الناس مش عارفه تفهمه، تصنيفك بيتبني على كده، هتبقى في القرعات اللي جايه على مدى تحقيقك للنتائج، واحنا هنفضل كل واحد يلعب علينا بحيلة المشروع أنا بجرب أنا بجرب أنا بجرب على الصاعدين. لا، المسابقات الرسمية مش حقل تجارب.
جرب في دوره وديه معاك اعمل اللي انت عايزه. لكن في الرسمي لا، روح بقوتك الضربه. احنا شعب يستحق الاحترام الرياضي من المسؤولين اكتر من كده. لان احنا بنتضايق لما بنشوف اي منتخب لمصر ما بيكسبش. طيب حمدي فتحي الحقيقه اصيب بالام عضليه في المران، روي فيتوريا بالتنسيق مع الدكتور ابو العلا طلب منح راحه في التدريبات النهارده، فرصه في المشاركه ايه بكره واضح ان هي مش واضحه بالنسبه للجهاز الفني، لكن النني بقى كابتن الفريق في غياب محمد صلاح قال ان مباراه بلجيكا صعبه واحنا عارفين ان هي مباراه كبيره وان الناس كلها بص عليها قبل كاس العالم، لكن ثقتنا كبيره في فرقتنا واحنا بنستعد بيها للمستقبل. قال كمان فيتوريا صاحب الحق في استدعاء اللاعبين، كلنا زعلانين علشان ما وصلناش لكاس العالم، لكن هنعمل على تحقيق الافضل في الفترات القادمه. نتمنى ان يبقوا حاسين بفكره ان الفرقه بتتدرب عليهم في الوقت اللي كان ينبغي ان يكونوا هم بيتدربوا على فرق تانية لانهم في كاس العالم. ببساطه شديده. ما نقبلش الناس تتدرب علينا. للأسف. عشان الناس ما تتدربش عليك لازم انت تبقى الفعل مش العامل المساعد. انت دلوقتي عايش دور العامل المساعد. السنغال اعلنت عن غياب ساديو ماني عن المباريات الاولى على الاقل في البطوله، صحيح موجود في القائمه لكن على امل انه يجهز للمراحل المتقدمه وعلى على امل انه السنغال يتاهل كمان. ساديو ماني لعيب محترم برضه، ضربه قويه للسنغال بتفكرني بكاس عالم 18 لما صلاح ما لحقش غير باخر مباراه يعني. وان كان تمكن من تسجيل هدف لكن لو كان في حالته كان قدر خد بايدنا في المراحل اللي قبل كده حتى في هذه المباراه لو هو عنده الجاهزيه. ف يعني اللعيبه الافارقه دلوقتي لهم تقل دولي يستحق الحمايه والفخر. يستحق الحمايه والفخر. طيب واحنا بنتكلم على اللي حاصل، بصوا يا جماعة أسوأ حاجة حاصلة تزييف التاريخ. تزييف التاريخ حاجة تضحك بجد. بالذات في استغلال التزييف الساذج. في استغلال السوشيال ميديا واستغلال هذا النشر غير المراقب وغير المتابع وغير المسؤول. فكل شوية تلاقي نبش في التاريخ ويقول لك الزمالك كسب الأهلي سنة كام؟ 20-0. ودور أنت. إنما ممكن حتى التأليفة تبقى فيها قدر من المعقولية شوية. كان أما توصل لدرجة إن إحدى الصفحات اللي هي بتتكلم عن نادي الزمالك الشقيق تقول لك بصوا اللقطة دي، حمادة إمام في مواجهة عادل هيكل، المباراة اللي الزمالك فاز فيها على الأهلي 8-0 يوم 9 نوفمبر. بص بقى إيه معانا في التوثيق والتدقيق، في 9 نوفمبر 1905 تسعة هم حاطينها بمناسبة نوفمبر، قال لك عشان تبقوا واخدين بالكم في 9 نوفمبر 1905 الزمالك فاز على الأهلي 8-0. وادي اللقطة من المباراة، حمادة إمام في مواجهة عادل هيكل رحمة الله على الجميع. حافظ الله الزمالك والوطن. وبص الجملة بقى، لا خير فينا إن نسينا. أنا هاخد الجزء الأول، لا خير فينا إن كذبنا. لا، إن قلنا الحقيقة. إن قلنا الحقيقة. ما هو كده خلاص. بصوا يا جماعة بقى، أنا بقول لكم بقى المنطق الغريب. كان ممكن نقول هو حمادة إمام إزاي لعب 1905؟ ده تقريبًا والده ما كانش اتولد. يعني والده إيه؟ الناديين ما كانوش اتولدوا. أيوه، ما أنا بقول لك كان ممكن، بس بقية الجملة. كان ممكن نقول إنه حمادة إمام اللي في الصورة ده اتولد سنة 1943، يعني 1905 ما كانش موجود والده، مش هو كمان. الكابتن عادل هيكل الله يرحمه حارس المرمى اتولد 1934، يعني كمان ما كانش موجود اصلا في الدنيا. المودج زي ما المهندس عادل بيقول الناس فات على دماغها، الاهلي اسس 1907، الصورة دي 1905، والزمالك 1911، والزمالك 11 او بعد كده، يعني لسه مش متاكدين من يعني انتم متخيلين انه يتم تزييف التاريخ بهذا القدر ويتقال ان لا خير فينا ان نسينا؟ ان نسينا الفبركه او نسينا التزييف؟ لانه انت لما تقول ان 1905 الزمالك فاز على الاقل 8-0
ده كلام فعلا هناخدها يضحك. لا ما هناخدها بمحمل الدعابة، لا يمكن ان انسان مدقق يقع في هذا الخطأ يا استاذ ابراهيم الا اذا كان ملوش دعوة بالكورة يعني. طيب ده كان هذا او هذه النكتة السخيفة في تزييف التاريخ، لكن تبقى ضربة البداية. مقالي وما قالوا. شكرا دولة رئيس الوزراء. الأسبوع اللي قبل الحلقة اللي قبل اللي فاتت، فاكرين لما كان المشجع البرازيلي اللي جاي يعمل ترانزيت في القاهرة لمدة يوم، وهو القائد بتاع مشجع البرازيل في كأس العالم، عمل ترانزيت يوم في القاهرة، كلم الشاب الأهلاوي الجميل إسلام عثمان اللي كان مختار من قبل اللجنة المنظمة كأحد قادة الجماهير في كأس العالم، لولا أن الظروف عمله هنا في إحدى شركات البترول حال دون سفره. لكن إسلام عثمان استقبل المشجع البرازيلي اللي كان اهتم أنه يروح يزور النادي الأهلي ويزور الأهرامات. وفي المداخلة مع إسلام عثمان كواحد مختار من قبل اللجنة المنظمة في البطولة، تمنى حاجة عرف ان هي موجوده للدول المحيطه بالدوحه او بقطر، انه عاملين تسهيلات علشان تدخل مثلا السعوديه او تدخل عمان او تدخل الامارات او تدخل سلطنه عمان، يكفي ان انت يكون معاك الفان اي دي، البطاقه بتاعه الجمهور، بحيث يدي حريه للجماهير اللي ممكن ما تلاقيش مكان في الدوحه تنزل تقيم في البحرين، تقيم في السعوديه، تقيم في دبي، أو تعمل سياحة في أي حتة وتروح على الماتشات. وما كانتش صعبة أبدا، لأنه احنا حتى في روسيا في 2018 كنا موجودين في الشيشان وبنسافر بالطيارة لسان بطرسبرج أو موسكو أو أي مدينة روسية فيها المباريات ساعتين ثلاثة بالطيارة. فمستوحاة بنفس الفكرة، أنه ليه ما نستغلش ده ونسهل مهمة وفود كأس العالم أنه يجوا مصر في خلال الفترة، نشوف إسلام عثمان وتعليق المهندس عادلي كان إيه ساعتها واللي تم ايه. وفي قطر الكارت اللي هو زي الفان اي دي عندنا اسمه كارت هيا، ده بعض الدول زي السعوديه مثلا عملت ايه، قالت والله اللي معاه الكارت ده اللي معاه البطاقه بتاعه المشجعين دي وداخل قطر ممكن يجي عندنا من غير ما يعمل تاشيره مسبقه ومن غير ما يعمل الاجراءات اللي بتتعمل دي كلها، ويدخل يعمل عمره، يعمل سياحه، يعمل كذا. دول زي عمان، كذا دوله من الدول بتاعه الخليج. فنتمنى ان احنا يعني حاجات زي دي تكون تنشيط سياحه فيها كويس. تنشيط طبعا قوي طبعا. جدا طبعا. طيب اتقال هذا الكلام وتمنينا انه ده يكون فيه قرار. فاتت بالظبط اسبوع وفي استجابه مشكوره، بس انت ما وثقتش ومسؤوله ما وثقتش ان احنا قلنا كده. احنا بقيت الحلقه تعقيبا على كلام كلام لكن المخرج بخل عليك بديت. لا ده هو ده المهم، مش الكلام ده. انك انت الانطلاق المناشده والفكره كانت من هذا البرنامج الحمد لله. ايوه فما اعرفش كيف فات على السيد الجميل المخرج ان يوثقها للناس. استكمال الفقره تعقيبنا كان على كلام اسلام عثمان، ان احنا بنتمنى انه ده يحصل. تمنينا وبالفعل مشكورا اعلن دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد المجلس تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع. شايفين ده القرار بتاع رئيس الوزراء، إعفاء من رسوم التأشيرة. مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بشأن مشجعي كأس العالم، وقال القرار أنه خلال الفترة من 2011 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين للوافدين للمقاصد السياحية المصرية، يأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث العالمي للترويج للسياحة المصرية. وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والآثار بعدد من الإجراءات، من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية في الغردقة وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة أونلاين لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة المشجع هي، وبالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي ما زالت قائمة، سواء من حيث التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة
إير كايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة في منطقة الخليج العربي، أو توفير كافة أوجه المساندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجاورة إلى مصر. فين بقية الخبر واستغلال هذا الإجراء في الترويج السياحي وزيارة المقاصد السياحية بقدر الإمكان؟ ده اللي يهمنا فأكتر حاجة يعني. أيوه. ومؤكد ده اللي هيحصل. اللي بيكتبوا الاخبار يا استاذ ابراهيم هو لا ده الصادر عن مجلس الوزراء، ده تفسير الخبر الصادر كويس عن مجلس الوزراء. كويس آه. كويس كويس. انت عايز ايه بقى اضافته؟ اضافته اللي احنا نشدنا بيه ان يكون فرصه للترويج السياحي. طب ما هو ده اللي تم، ده اللي تم. قال لك انا تم التعميم على كل الفنادق السياحيه. لا تدي تسهيلات في شرم، تدي لا. تخفيضات. لا مش ده مش ده مش ده مش ده. فين بقى ان انا وانا في المناطق القريبه دي اعمل برامج لزياره المناطق السياحيه اللي لما تروح يعني انت بتطالب التنشيط السياحي تروح الجهه تعمل كده يا استاذ ابراهيم؟ هي دي الفائده الحقيقيه. هو انا لما اكون في في, في الغردقه واروح اسوان ولا اروح الاقصر ولا تعمل لي كروز يوم وارجع هو هرجع تاني يوم انا وعيلتي تاني سنه وتالت سنه ورابع سنه والناس تروح في خلال هذا الحدث. ارجو ان يتم مؤكد ده بيتم، بس طريقه الاعلام والتسويق لهذه الاحداث زي بالظبط هنا البرنامج يعلق نقوم نجيب كلام بدون تعليق. التعليق ان احنا قلناه بالطريقه دي ان فرصه، وخصوصا لما شفنا هذا المشجع واقف والهرم وراه قلنا ايه ده، ده هو دي الصوره اللي لازم تنتشر. كل المشجعين اللي يخشوا مصر لازم صورهم يعني تتصدر الاغلفه وهم في مقاصد سياحيه حقيقيه. هو ده هو ده يا استاذ ابراهيم المكسب اللي قدامه بتدي تخفيضات تاخد من وراه عوائد دعائيه. هو اللي انت ما يعني ترانزيت لا ما عملناش حاجه. لا هو انت تيجي تقيم يعني هي الفكره. انت عارف ان كل استاذ ابراهيم صدقني ما لم يتم هذا يبقى احنا ضيعنا فرصه. بالك حاجه، هو برضو المشجع اللي جاي كاس العالم واخد قراره ومنسق اموره بدري، فاتمنى ان تكون هيئه تنشيط السياحه بدري. هم كويس ان هم فاتحين الحجز اونلاين ومدين التخفيضات للحجوزات الاونلاين. لا في ناس كتير هتغير، لكنه من بدري كان يكون ده مخطط يا سيدي. ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي. دي حاجه. نمره اتنين ان يسير الحدث. ولادنا بقى اللي هم ما راحوش سافروا دول المرافقين دول هم دول خير، دول عندهم اعداد انهم تم انتقائهم بعنايه ان يكونوا مرافقين في قطر. طب ما يكونوا مرافقين للوفود دي هنا في مصر. خد الموضوع بشكل متكامل عشان نقدر نخرج منه بالفايده الطبيعيه المنطقيه اللي اي حد يعني يتمناه. طيب الحقيقه لافته كمان كانت رائعه جدا من الجماهير العربيه المقيمه في الدوحه. بقيه العرب اللي في قطر وكانت الغالبيه منهم مصريين، سمعت كتير منهم قال لك احنا كنا مستعدين وبنتمنى ان منتخب مصر يكون موجود فنستمتع وندعمه. اما وانه ما تاهلش لموا بعض مع كل الوفود العربيه وعملوا منتخب المشجعين العرب. تجمع كامل بين كل الوفود العربيه المقيمه من جماهير في قطر بحيث ان هذه الجماهير تملى مدرجات الملاعب في اي مباراه يلعبها اي منتخب عربي. تكون في مسانده السعوديه، تكون في مسانده قطر، تكون في مسانده المغرب وتساند تونس، كل المنتخبات العربيه الشقيقه المشاركه يكون خلفها وفي ظهرها الجمهور العربي. هنشوف في هذا الفيديو اول تجمع لهذه الجماهير في مدرج. انتوا متخيلين ان دي جماهير 21 دوله عربيه في قطر. استاذ ابراهيم لاول مره ارى نواه حقيقيه للجامعه العربيه تتحرك بانطلاقه شعبيه تلقائيه. هذا هو المعنى الحقيقي للرياضه عندما نقول ان الرياضه تجمعنا لا تفرقنا. فرائع هذا المشهد، ويا رب يكبر ويكبر ويكبر لما نشوف الوطن العربي كله شعب واحد. نتمنى ده لانه الحقيقه دي لفته كانت رائعه جدا من الجماهير العربيه اللي موجوده كلها. ممكن هنحس بيها ان شاء الله في مباريات المنتخبات بالمناسبة العربيه بالمناسبه مشاركاتها سواء السعوديه او تونس او المغرب او قطر كمان
اللي محتاجه كل هذه المسانده. احنا هنكمل في موضوع قطر ولا خلاص قفل؟ لا هنطلع الفاصل وارجع تكمل. ها في كلام؟ عايز تتكلم؟ طبعا طبعا طبعا، ده اهم حاجه دي، اللي انا اهم مكسب الربط بين هنا وهناك، مش هنا وهناك، وما سوف يحدث، وايه مكسبنا الحقيقي من تنظيم هذه البطوله كعرب بقى. طيب. كدول اسلاميه. ده كلام مهم جدا هنرجع له بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه والعالم كله مشغول ويترقب هذا المونديال العربي، لان احنا بنتكلم على لاول مره في تاريخ هذه البطوله العالميه الكبرى تقام هذه البطوله على ارض عربيه. فعشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال. دوحة المونديال هي بالفعل هذه الأيام هي دوحة المونديال، العالم كله عينه على العاصمة القطرية وعلى هذه الأرض العربية وهي تستقبل هذا الحدث العالمي الفريد يا باشمهندس. هو احنا ليه محتفيين احنا بقى بهذا الحدث واحتضان الدوحة لهذا الحدث بهذا الشكل وبهذا الحماس وبهذا الاهتمام؟ أنا أستاذ إبراهيم وأنا أتأمل المشهد، عشان كده بقول لك في كلام لازم يتقال، لأن ربنا بيرزقك بلحظات تدخلك التاريخ. اتفضل. لو عرفت تستفيد منها ولو عرفت إنك تنظمها صح. يتزامن هذا الحدث الرياضي الذي يعتبر المكانش رقم واحد بصفته الأكثر شعبية رياضيا على مستوى العالم، فهو رقم اثنين رياضيا بعد الدورة الأولمبية، ولكنه من حيث الشعبوية مؤكد أنه أهم حدث رياضي بيجي كل 4 سنين. احتضان الدوحة ليه في حد ذاته أن يأتي إلى المنطقة العربية لا يقل أهمية عن احتضان جنوب أفريقيا بصفتها أفريقيا. ولكن أفريقيا دي فين وإحنا فين؟ ما كانتش ملمسة معانا. أيوه. هي الحدث ده دلوقتي ملمس معانا، بدليل ان كل الدول العربيه المحيطه والخليج وبما فيها مصر دلوقتي بتقول للناس اللي معاهم الاي دي اللي هيحضروا ماتشات شرفونا بدون تاشيره. الاي دي ده دخلك مصر بدون تاشيره وبنقول بدون رسوم، وبنقول عايزين نستفيد من الحدث ده انه كل واحد يشوف المحيط الثقافي لكل دوله سمحت بهذا. أي. طيب عايز اضفر ده في ايه بقى؟ اولا هقول لك انا مهتم ليه بالدوحة، لأن الاستغلال الرائع في جانب من الجوانب إظهار الهوية العربية وسماحة الدين الإسلامي بخطة تثقيفية فيها إلحاح غير ممل مؤثر يدخل قلوب الزائرين كما سنشاهد من تعليقاتهم عن قيم التسامح في العالم العربي في الدين الإسلامي الذي يطلب هذا توطيد العلاقات، قيم إفشاء السلام، قيم التعامل برفق، قيم في وقت يشاء أولئك الذين يريدون أن ينسبون الإرهاب إلى العرب والمسلمين حذفوا آثامهم من داخل عباءة الإسلام وشربنا الطعم إحنا. العالم كله كان فيه انفجارات أخطر بكتير من اللي بتحصل دلوقتي، والجيش الأيرلندي ومش عارف مين وإيه وإيه، ورغم هذا قدروا يلاقوا مغنمهم في إن يحدفوها علينا. فتأتي هذه البطولة في الدوحة ويتفتق ذهن، وهنا العروبة لما بتقول الجماهير العربية بتتوحد عشان تقدم تشجيع مشترك بين 21 دولة عربية، رائع جدا، ولكن أيضا وعي المسؤولين إن هم يقدموا الصورة الذهنية عن الإسلام باللي هتشوفه واللي هتقول لنا عليه دلوقتي، ولكن يسبق هذا وما زال مستمرا ورافق هذا الحدث الأهم رياضيا إلى حدث هو الأخطر في تاريخ البشرية، هو الحدث أو مفترق الطرق الذي سيؤثر في تاريخ البشرية. مين اللي بيستضيفه؟ مصر أم الدنيا العظيمة مصر. أيه. وتحسن التنظيم وحاولوا يشوهوا هذا الحدث بمليون أسلوب وفشل. أنجح دورات
الحدث المؤتمر المناخ في تاريخه. لا مش كده بس، وحبوا يقولوا بايدن بيقول، فبايدن يجي ويدي مساعدات مش عارف ايه، انزلوا اعملوا ايه، الشعب يقول لهم طب ورونا جدعانتكم. محدش هيشوه صورة مصر، لان مصر وراها جيش وشعب متلاحم على اهداف حقيقية. تطبيل مش تطبيل، قولوا اللي انتوا عايزينه ومتغاظين. انتوا فاكرين ان الشطارة انك تهاجم بلدك، تهاجم ناديك، تهاجم بيتك، تهاجم عيلتك، هي دي الفلاحة يعني؟ دي الجرأة دي اللي تخلي حقوق الانسان تجري وراك تحميك؟ طب وفين حقوق الانسان المصري؟ فين حقوق المواطن العربي الذي ينكل به بدعوى حرية الدفاع عن الحريات؟ فقطر لم تستسلم لدعاوى إباحة القيم السلبية وانهيار الأخلاقي والسماح بدعم الشعارات الهدامة التي يريد الغرب أن يصدرها إلينا في دعم العلاقات الغير سوية والشواذ وكده. كل واحد حر خلاص في 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 حيزه، لكن انك انت تعمله ان هذه القضيه الكبرى، حر في الحفاظ على تقاليده وقيمه. لا، وهي مش دي الاهم قضيه انسانيه النهارده. اهم قضيه انسانيه ايها المدافعون عن هذه الحقوق الغريبه، قضيه اللاجئين، الناس المتبعتره في العالم بسبب افعالكم وحروركم وافتعالكم للازمات في هذه المنطقه. ايوه، هو دي حقوق الانسان اللي انتوا بتعتدوا عليها كل يوم. فين تلويث العالم نتيجه تقدمكم العلمي الذين يتعبؤون بما يحدث في المناخ؟ وحتى الان لم تقم الدول الكبرى بمسؤولياتها في دعم الدول المتضرره من هذه الحضاره. هي حضاره اقتصاديه، حضاره مزعومه. الحضاره هي تلك التي تؤسس ثقافيا في العالم. ايوه، وهنا تجدها في الشرق. ايوه، واخد بالك؟ فالنهارده مصر بتعمل كده والعالم كله بيشوفها، والعالم كله ياتي ويخرج امنا منها. بندفع فواتير جامده يا استاذ ابراهيم في مقابل ده. ايوه، دي عمليه مش سهله. ايوه، عمليه مكلفه جدا انك تستقبل هذا الحدث وتؤمنه وتنجحه على هذا المستوى. ايوه، بما تملك من ثقافه وبعد ورؤيه، ورغبه حقيقيه في تصدير صوره مصر الرائده للعالم، وقد تحقق هذا الامر. لما تيجي الدوحه تكمل ده بالرياضه وتنشر ثقافه الدين الاسلامي وسماحه الدين الاسلامي والتلاحم العربي من خلال كل المنطقه، بتدخل لك اي حد معاه البطاقه دي عشان يروح يشجع قطر. ايوه، مرورا بهذه المناطق، التلاحم في شكل المشجعين اللي هيشجعوا في كل ورا كل المنتخبات العربيه في هذا المونديال. اتوقع نجاح مبهر، واتوقع نقله ثقافيه ونظره مختلفه من العالم الى هذه المنطقه بعد الحدثين الكبار دول التي تصدرت مصر تنظيم اخطر قضيه في تاريخ البشر. وبتلم العالم كله عليها، وبتوجد الحلول من على ارض مصر، بتتوجد الحلول اللي بيرفضها دعاة الحريه وحقوق الانسان اللي مش شايفين حقوق الانسان اللي بيتضرر بسبب التطور العلمي اللي على حساب هذا الانسان اللي في مناطق تانيه. النهارده حدث على هذا النحو، وحدث رياضي بيكمله بيقول لك ان العرب، لا، في حضاره انطلقت من هذه الارض يجب ان يعي عليها العلم وان يتعرف عليها. ده كلام مهم جدا في الربط ما بين حدث يخص الكره العالميه في الدوحه، وحدث يخص الكره الارضيه كلها في شرم الشيخ، من خلال احتضان مصر بتنظيم ولا اروع تاريخيا لواحده من افضل دورات، تقول من الكره الكبرى، من افضل دورات الكره الصغرى من افضل دورات مؤتمر المناخ العالمي. واعتقد النتائج ملموسه على الارض، والتفاعلات العالميه بهذا الاقبال الكبير جدا وغير المسبوق في شرم الشيخ يؤكد نجاح هذا المؤتمر الكبير، ويؤكد احتضان مصر لهذه الدوره لانقاذ الكون وانقاذ الكره الارضيه.
في الدوحه، دوحه المونديال، حدث لاول مره كاس العالم يتلعب في الشتاء يبعد عن الصيف، ده برضو بسبب ظروف المناخ في المنطقه. الدراسه الاقتصاديه في خبراء الاقتصاد القطريين عن هذا الحدث، المسؤول القطري هاشم السيد الخبير الاقتصادي القطري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين بتنظيم بلاده لكأس العالم، بيقول إنه في 17 مليار دولار ده العائد المتوقع لقطر من هذه البطولة أو هذه الاستضافة. قطر أنفقت، أديكوا شايفين الملاعب الثمانية بتوعها والبنى التحتية الرائعة اللي استكملتها لهذا الحدث التاريخي، أنفقت كام قطر بقى؟ 200 مليار دولار على المرافق الأساسية، طرق وكباري ومواني ومطارات ومترو أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة، بالإضافة للملاعب والمنشآت المتطورة فيها 8 استادات عالمية كبيرة. كمان بيأكد المسؤول القطري إنه بلاده بتستعد لاستضافة كام، في كام هيجي القطر خلال هذه الفترة؟ مليون إنسان و200 ألف، مليون و200 ألف زائر هيفد على العاصمة القطرية. طب كم واحد بيردد كلمة الدوحة وقطر على مستوى العالم؟ طبعًا طبعًا مليارات. هي بقى فكرة إن أنت يبقى عندك فرصة يحصل جزء من هذا التدفق السياحي الكبير على دول الجوار، عشان كده كان القرار المسؤول لدولة رئيس الوزراء بإعفاء المواطن أو إعفاء المشجع الخاص بكأس العالم، أي حد يملك البطاقة بتاعت كأس العالم الأي دي يحق له دخول مصر مرحبا بيه ومعفى من التأشيرة أو رسوم التأشيرة. قال كمان المسؤول الاقتصادي القطري، حتى الآن تم بيع 2 مليون تذكرة و89 من 100، بيع كمان 2 مليون ليلة فندقية و240 ألف حزمة ضيافة للبطولة. نوه كمان الخبير الاقتصادي أنه قطاع السكن والإيجارات حقق طفرة كبيرة جدا وغير مسبوقة. الوحدات السكنية ملحوظة في إيجار الوحدات السكنية تتراوح بين 10% و40%، وتوقع جهاز التخطيط والإحصاء في تقرير السنوي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بسبب كأس العالم بين 1.6% إلى 2.9% صعودا من نطاق كان 1.5% من قبل. هديك مثل اقتصادي بسيط. ليا صديق عايش في قطر، كان في زيارة لمصر الأسبوع من 10 أيام. أيوه. ومعاه شخصية قطرية يعني رفيعة. أيوه. كنا بنتكلم، طبعا الحديث كان عن الصورة الذهنية والعلاقة التي يعني نتمناها بين العرب وخصوصا بين قطر ومصر، وإزاي تقدير الناس القطريين سواء للجالية المصرية هناك أو هنا المصريين، وماذا فعل استقبال هذا الحدث في حياة المواطن القطري العادي بقى اللي عنده شقة، الذي يستثمر في انه يشتري شقة هناك. فقال لك الناس اندفعت لشراء العقارات والشقق، لان اللي كان بيأجر الشقة مثلا بألف درهم في الشهر بيأجر بخمس تلاف درهم في اليوم من هذا الحدث. شوف دي أثرت على الشعب ازاي. أنا رحت قطر من حوالي 10 سنين كده، ورحتها قبل كده ب20 سنة. ورحناها بس ما اتفرجناش عليها، ما خرجناش في الفقاعة اللي هي بتاعت كأس العالم. حجم التطور الذي حدث بيقول لي في مناطق مش هتعرف إنها موجودة في قطر لو تجولت الآن في قطر. والمناطق اللي موجودة على السواحل يعني في مثل بيقول لك ايه؟ احنا اللي دهنا الهوا دوكو. الدوحه بتقول لك احنا اللي جبنا لكم الشتاء في الصيف. الشوارع مكيفه يا استاذ ابراهيم. المناطق اللي فيها تجمعات مكيفه. يعني عشان يبطلوا حجج الناس. فالتكلفه عاليه، لكن كمان الكواليتي يعني مستوى جودة الحياة للقطريين والمقيمين في قطر بعد الحدث ده هتبقى عاملة ازاي؟ هيستمتعوا بكل البنية التحتية الخطيرة
مدى العمر بقى، ما هي موجوده دي للشعب اللي موجود هناك، و يعني الغير مواطنين اللي هم بيشتغلوا والمترددين وكده. زائد اللي قطر بتتردد على هذه احداث يا استاذ ابراهيم هامه جدا. لذلك انا محتفي جدا بفكره احتضان فكره المناخ. أيوة. محتفي جدا باستضافه بعض الاحداث الرياضيه المهمه ونقدمها في هذا النموذج. عايزين نكملها ببرامج سياحيه على اعلى مستوى عشان كل الناس دي ما تروح بتاع تبقى بروموتر، تبقى مسوقين ليك بره، ويبقى اي حد يجي لازم يبقى له اصدقاء مصريين بيتابعوا التسويق. هو مش حدث ويمضي، حدث يستثمر للمستقبل. كل هذه الاحداث لو عملنا كده وقدرنا واحنا 100 مليون عندنا حاجه و30 مليون ولا قرابه ال 40 مليون شاب في من عمر كذا لكذا، لو خدنا منهم 4 مليون شاب عرفوا يعملوا كل واحد منهم 10 12 مليون صديق حول العالم، هنقدر نوصل. بس عايزه ثقافه وعايزه انك انت تتكلم. وعلى فكره شبابنا بيتلقف بيحب بلده قوي يا استاذ ابراهيم. وانا قلت لك الناس اللي بتلم البلاستيك ابتدوا بكام واحد، ودلوقتي بيعملوا بينظفوا النيل وبعدين بينظفوا القرى والنجوع دلوقتي، والموضوع بيكبر. وبعدين بياخدوا الحاجات دي يدوروها يعملوا منها فلوس. شبابنا طاقه يجب ان توجه بشكل جيد، مش في الخناقه اللي عايشها الرياضه المصريه دي. عايزين نقدم النماذج الطيبه والافكار الطيبه ونحتضن الشباب اللي عنده حماس، عايز مننا شويه دعم. وانا وحضرتك مؤكد احنا مستعدين ندعم اي توجه للشباب طبعا في اطار يخدم مصر ويؤدي الى تنميه الثقافه دي، وعرف العالم كله مين مصر دي. طيب علشان مصر كنا نشدنا المسؤولين ان هم في قطاع السياحه اعفاء حمله بطاقه كاس العالم، المداخله اللي كان معانا فيها الاخ اسلام عثمان اللي كان مختار من قبل اللجنه المنظمه في كاس العالم ومعاه المشجع البرازيلي، نفكركم بيها كامله. فلوس حرفيا يعني. وفي قطر الكارت اللي هو زي الفان اي دي عندنا اسمه كارت هيا. ده بعض الدول زي السعوديه مثلا عملت ايه؟ قالت والله اللي معاه الكارت ده اللي معاه البطاقه بتاعت المشجعين دي وداخل قطر ممكن يجي عندنا من غير ما يعمل تاشيره مسبقه ومن غير ما يعمل الاجراءات اللي بتتعمل دي كلها، ويدخل يعمل عمره، يعمل سياحه، يعمل كذا. دول زي عمان، كذا دوله من الدول بتاعت الخليج. فنتمنى ان احنا يعني حاجات زي دي تكون تنشيط سياحه فيها كويس. تنشيط طبعاً. قوي طبعاً. جدا طبعا. اسلام احنا بنشكرك شكرا جزيلا. الله يكرمك يا فندم، وشرف ليا ان انا ابقى موجود على مش قناتنا بقى، ده بيتنا يعني، بيتنا الكبير يعني. ويا ريت يا اسلام بقى، التجربه بتقول انها فكره حلوه جدا وبسيطه وغير مكلفه، ان كنت تعملوا توسع الجروب بتاعك والجماعه بتاعتك وتعملوا حاجه كده في حب مصر، وتتواصلوا مع شباب العالم وتدعوهم ان يجي مصر يشوفوا مصر. فعلا النهارده كابتن عدلي يعني النهارده عملت معاه كذا فيديو، دعينا فيهم الجمهور اللي هو بيخاطبهم كله ان هم يجوا مصر ويشرفونا ونكون في خدمتهم في اي وقت، وعملناها كذا مره يعني، حتى مع اللجنه المنظمه لكاس العالم لما كانوا بيطلبوا من قاده المشجعين فيديوهات، قررنا مره ان احنا نعمل الفيديو عند الاهرامات لما طلبوا حاجه من كل دوله، كل واحد كان بيروح حته مميزه عنده، فاحنا رحنا عملنا فيديو مخصوص عند الاهرامات عشان الناس تيجي تشوف مصر يعني. انا اتمنى يا اسلام، الفكره تبدو يعني مبالغ في هذا الحلم، ولكني متاكد انه ممكن نوصل له. لما ملايين الشباب احتضنوا هذا الامر وانتشروا واحتضنوا الفكره وتواصلوا مع شباب العالم، كل واحد في الحته اللي تعجبه يعني. صحيح. ولو كل واحد خاطب اسره، ها؟ نعم. هيبقى لنا ملايين الاصدقاء على مستوى العالم، ويجوا هتتعمل نهضه سياحيه يا اولاد انتوا مش متخيلينها، ممكن تبقى بيزنس ليكوا. ده ممكن يبقى شغل ليكوا، يعني اللي يقدر يعمل حاجه يعملها وحاجات بسيطه جدا. وانا رايي يعني ابتدي اعمل جمعيه ولا اعمل حاجه، انشر على مستوى ملايين الشباب
ازاي؟ لان الشيعه تاتي من ثقافه الشعب. اذا كان الشعب صديق ومحب ومهتم ان يبقى له اصدقاء من العالم، هنا الصحفي هيجي يشعر انه في بيته ويشعر بالامان. صحيح السائح يعني السائح عايز هذا الشعور. فيا ريت يا ريت نحتضن الفكره دي وننميها. انا مش عايز انسى بس حاجه مهمه، يعني تكمله لكلام حضرتك، الناس اللي بتستقبل السائح ومعاملتهم ليه دي بتفرق معاه 180 درجه طبعا. يعني انا لا انسى. ما بالك بقى ده لو جاي لك انت ضيفك هتعمل معاه ايه؟ بالظبط. طيب يعني ده انا بقول لحضرتك، يعني كان معانا النهارده مرشد اسمه هيثم اسماعيل، كان مرشد الاسباني، والسائق المحترم اللي كان موجود من شركه السياحه، الاثنين قمه في الاحترام والادب والاخلاق. وسعة الصدر، ويعني تمير زي ما انت شايف كده، هو ايه يعني هايبر جدا وانرجيتك جدا، وهو بيقول على نفسه انا مجنون، يعني انا مجنون كوره، فهو ما يعني طبيعته كده. فهو عشان تعرف بس تخليه يعني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل او الرولز اللي انت حاططها له مش سهله، يعني هو عايز ينطلق بس انت لا ليك ليميتس معينه. فقمة الاحترام من المرشد اللي كان معانا، بيتكلم باحترام، شاب محترم. فدي وجهة كويس، يعني وجهة للناس هنا في مصر. يا ريت ان احنا كمان ده يبقى ثقافة عامة عندنا كلنا، يعني ما حدش يضايق الناس اللي جاية، ما حدش يتعامل معاهم. اشتغلوا مع بعض هتوصلوا لها. بالظبط. الجروب ده سبحانه وتعالى، الجروب ده ممكن خلال سنة يوصل ملايين. صحيح. المجموعة دي حطوا لها اسم واكتبوها دعوة وتواصلوا مع بعض وانطلقوا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا النواة بتاعتها حتى القادة بتوع المشجعين اللي على مستوى العالم اللي إحنا تعرفنا عليهم في كأس العرب، واللي معانا لغاية دلوقتي على تواصل، اللي هيروحوا كأس العالم دول كلهم يعني ممكن نعمل لهم دعوة يشرفونا في مصر لو حد يتبنى الدعوة. لازم تشتغل من خلال هيئة تنشيط السياحة يا إسلام، لازم مع هيئة تنشيط السياحة توفر لك اليات كتيره ان شاء الله. يا ريت توفر لك ماتيريال. لكن انت لو كل واحد يا استاذ ابراهيم عمل صديق بره لا انا بقترح طبعا. انا بقترح من عند حضرتك من على المنبر ده دلوقتي، القاده بتوع المشجعين دول كلهم كل واحد فيهم وراه ملايين المتابعين، يعني هم تم اختيارهم بعنايه اصلا ان هم يبقوا في الفان ليدرز من اللجنه المنظمه بتاعت كاس العالم، عشان كل واحد فيهم مؤثر في بلده. فالناس دي كلها كل واحد فيهم انت مش محتاج غير ان انت وراه جمهور كبير. مثلا دي مفاتيحه وراه جماهير كتيره طبعا. يلا يا اسلام ورينا همتك واحنا معاك وكل حاجه توصل لها احنا مستعدين يعني نعمل عليها دائره ضوء عندنا هنا. طيب كان واضح جدا التاكيد على دور هيئه تنشيط السياحه، ومن ثم كانت استجابه دولة رئيس الوزراء. واضح جدا انت لما جبت بتعميم هذه التسهيلات لكل المشاركين في كاس العالم بالاي دي او البطاقه بتاعت كاس العالم، بيمكنه الدخول ان شاء الله بتسهيلات كبيره. الاستجابه السريعه دي رائعه. ايوه. كمان الكلام اللي اتقال ده هو ده اللي قلناه من شويه بنفس الطريقه تقريبا. ايوه. وانت زودت الحته الناقصه اللي انا سالت فيها، إن عايزين بقى وزارة الثقافة ووزارة السياحة إنها تتضفر عشان الفائدة تبقى شاملة. إنه المشجع بيجي إنما لما يتقال الكلام هو يا أستاذ إبراهيم ده بيعكس ماتشات ويرجع. بيعكس قناعة. إحنا مش بنقول كلام يا جماعة للاستهلاك. هذه قناعة يا جماعة إن والله بلدنا ممكن تنهض بأفكار بسيطة جدا وحماس دافق عند عدد من الشباب يبدأ بشرارة زي الولاد الصغيرين دول. هنبص نلاقي ثقافة التعامل مع السياحة بقت في كل بيت مصري. طيب المنتخبات المشاركة تفتكر مين الأغلى في القيم التسويقية؟ الأغلى؟ هقول لك أنا هقول لك أنا بإحساسي كده ده اختبار أهو. اقول لك انا اتوقع بلجيكا، واتوقع استنى بس واتوقع البرازيل، واتوقع الارجنتين. مش هتخرج ولا اسبانيا؟ خرجت. الانجليز اعلى قيمه في البطوله بقيمه تسويقيه. لا انت بتتكلم على المنتخب. لا انا فاكر اللعيبه المنتشره. ما هي اللعيبه اللي موجوده في المنتخب البرازيلي الانجليزي بيخلي المنتخب الانجليزي الاعلى في القيم التسويقيه في البطوله، قيمته مليار
و26 مليون يورو بمتوسط اعمار 26 سنه واربع شهور. بيجي في المركز الثاني البرازيل بقيمه تقدر بمليار و14 مليون يورو ومعدل اعمار 27. فرنسا الثالث قيمتها التسويقيه مليار و3 ملايين يورو ومعدل اعمارها 26، كلهم فوق ال 25 و26. المنتخب البرتغالي الرابع بالقيمه السوقيه 937 مليون يورو، الاسباني بعد منه الخامس ب 902 مليون يورو. الارجنتين مع ميسي في المركز السابع بقيمه سوقيه تبلغ 633 مليون يورو، هولندا 587، في المراق بلجيكا التاسع بقيمه 563 مليون يورو. المراكز بقى من 11 ل 20 تتواجد فيها منتخبات كرواتيا وصربيا والدنمارك والسنغال وسويسرا وامريكا وبولندا والمغرب وغانا وكندا بقيم تسويقيه تتراوح بين 377 و 187 مليون يورو. المراكز الاخيره بقى من 21 ل 32 فيها المكسيك وكوريا الجنوبيه وويلز والكاميرون واليابان والاكوادور وتونس وايران واستراليا والسعوديه وكوستاريكا واخيرا قطر صاحبه الارض بقيم سوقيه تتراوح بين 176 وفقط 14 مليون يورو. دي المنتخبات بقيمها التسويقيه وما تضمه من نجوم كبار. شوف انجلترا هو اغلى دوري في العالم. يعني هي بقت خدت من اسبانيا ان هي البورصه بتاعه النجوم. ايوه. يعني لما جارث بيل الويلزي ده راح من الدوري الانجليزي لريال مدريد اول واحد بقى 100 مليون. شدد الدنيا كلها معاه. أيوة. فرنسا في الثالث عشان امبابي. واخد بالك؟ وعشان باريس سان جيرمان والصرف من الملاك القطريين. ما تنساش برضو الملاك العرب اللي موجودين في الدوري الانجليزي. ولكن هناك بلد زي البرتغال اتنين لعيبه عاملين لها الزخم ده، كريستيانو رونالدو ونونيز. مصر غايبة عن البطولة لكن حاضرة بالإعلاميين المشرفين ليها من هؤلاء الزميل العزيز الناقد الرياضي أسامة السويسي. مساء الفل يا أسامة. مساء الفل يا أستاذ إبراهيم، مساء الفل عليك وعلى السادة المشاهدين، مساء الفل على أيقونة الأهلي باشمهندس عادل القياس. يومينك يا أس هناك. إذا كانت مصر غايبة عن البطولة زي ما قال إبراهيم، بس مصر حاضرة مش بالإعلاميين ولكن بالجالية المصرية الطيبة، وكمان النهاردة تحديدا وجود للنادي الأهلي من خلال التصريح الأنيق والشيك للكابتن محمود الخطيب اللي حظى باهتمام كبير جدا من وسائل الإعلام القطرية هنا، رغم الزخم الشديد ورغم المنتخبات الكثيره اللي عماله تتوافد على الدوحه، الا ان التصريح اللي صدر من الكابتن محمود الخطيب بخصوص البطوله حظى باهتمام كبير جدا ومحل تاثير من كل وسائل الاعلام هنا، ان الكابتن محمود الخطيب يعني بيقول انه ممكن يحضر اي مرحله من الادوار المتقدمه بسبب ظروفه الصحيه مش هيحضر ضمن العصافير حفل الافتتاح، ولكن بيؤكد على تقديم كل الدعم المعنوي للبلد العربي اللي بينظم البطوله للمره الاولى في تاريخ الوطن العربي والشرق الاوسط، وبيؤكد على ان كاس العالم هيكون النسخه الافضل في التاريخ. ده اهتمام اعلامي محل تقدير، وبنقول له الحمد لله على السلامه كابتن محمود، ربنا يشفيه ويعافيه ويتمم شفاءه على خير يا رب ان شاء الله. اسامه وصف لنا بقى اجواء المونديال عندك، ازاي بسرعه الدوحه دخلت في المود بتاع كاس العالم، وايه التغير اللي انت عايشه وشايفه؟ والله يمكن من خلال السنوات اللي فاتت ديت كنا عايشين حاجه في زي الحلم. بس الحلم اصبح واقع. ان كان كتير العالم كله كان مستغرب ازاي قطر اللي هو البلد الصغير المساحه هيبقى عنده القدرة على تنظيم هذه البطولة الكبيرة، وهي الأكبر على سطح كوكب الأرض، يعني دي أكبر بطولة على وجه الكرة الأرضية. قطر تحولت إلى عاصمة لكرة القدم في العالم بما بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ونجحت في استغلال صغر مساحتها في إن هي هتقدم بطولة استثنائية غير عادية في تاريخ كأس العالم. دي المرة الأولى
اللي هيكون عند المشاهد او الجمهور المشجع بتاع كاس العالم الفرصه انه ممكن يحضر 4 مباريات في يوم واحد بسبب تقارب المسافات ما بين الملاعب وبسبب توفير خدمه انك انت تنتقل من ملعب لاخر من خلال وسائل مواصلات اهمها طبعا وسيله مواصلات مترو الدوحه. فدي فرصه نادره وفرصه غير طبيعيه. الدوحه دلوقتي او قطر تحديدا تعيش على انغام المونديال. الماكينات الالمانيه وصلت، الديوك الفرنسيه وصلت، التانجو الارجنتيني وصل، النهارده تحديدا وصلت منتخبات المانيا وبولندا المكسيك المغرب، وفي اللحظه دي منتخب كندا وصل، وفي اللحظه دي منتخب اليابان وصل، بكره هيوصل بلجيكا واسبانيا وكرواتيا وغانا وكوستاريكا. اخر يوم اللي هو يوم 19 هيكون وصول للكاميرون والبرتغال وصربيا واوروغواي، واخر فريق هيكون واصل الى قطر هو منتخب السامبا البرازيلي. كمان الميزه الصغر مساحه قطر مريحه كمان للمنتخبات نفسها، المنتخب بينزل في مقر اقامه واحد مش مضطر ان هو يتنقل ما بين المدن زي ما شفنا مثلا في مونديال روسيا الاخير، كان منتخب مصر على سبيل المثال بيلعب مباراه ثم ينتقل مسافه ساعات طويله بالطياره علشان يلعب مباراه اخرى. فده نوع كمان بيأثر سلبيا على الفرق وعلى تركيزها. لا منتخب المانيا مثلا اللي اختار ابعد نقطه في شمال قطر للاقامه في احد المنتجعات السياحيه في اقصى نقطه من شمال قطر، خلاص هو ده مقره وهو ده المكان اللي هيفضل فيه لغايه نهايه مشواره في البطوله. نفس الشيء لكل المنتخبات، بعض المنتخبات فضلت ان هي تبعد تروح اماكن بعيده زي المنتخب السعودي مختار منتجع اسمه منتجع سيلاين على البحر بعيد عن الاجواء الجماهيريه، منتخب بلجيكا مختار نقطه في اقصى الجنوب على حدود السعوديه، بعض المنتخبات اختارت تبقى متواجده في قلب الدوحه وفي كمان لما تنزل بقى الشوارع، الشوارع طبعا في شوارع ممنوع فيها السيارات زي شارع كورنيش دي متحولت الى مهرجان للاحتفالات الجماهيريه، يبقى كرنفال جماهيري. فكمان في بعض المناطق في مدينه بروسيل، مدينه بروسيل دي مدينه جديده خالص اتعملت من اول وجديد من الف الى الياء، فيها استاد لوسيل اللي هو اكبر استادات البطوله اللي بيتسع ل 80,000 مشجع وهيستضيف المباراه النهائيه. تلاقي مهرجانات مختلفه، تلاقي لما تنزل في الشوارع معمول ممرات للجماهير فقط بعلام الدول المشاركه، تلاقي كل الجنسيات موجوده في الشوارع بتحتفل بتعيش اجواء المونديال قبل لسه 72 ساعه من الاحتفال. اسامه يعني نعم باشمهندس، كيف استغلت قطر، لان دي نقطه كانت لافته نظر يعني، هذا الحدث في الترويج الى البعد الثقافي العربي والاسلامي للعالم، كيف نجحت في هذا؟ هل لمست يعني مردود لهذه الخطه الاعلاميه المبهره وهذه الرساله التي انطلقت، شفت اي ردود افعال من خلال ما تم حضوره من بعثات وجماهير؟ نعم يا باشمهندس، الموضوع دوت تحديدا موضوع عامل علامه فارقه في تاريخ بطولات كاس العالم. يعني حضرتك من ضمن الحاجات اللي المشجع او اللاعب او اي حد ممكن يكون ضيف في اي غرفه فندقيه، اي غرفه فندقيه، طبعا الموضوع الغرف الفندقيه حتى الكرفانات اللي هي الكرفانات اللي بتاعت المشجعين مستوى الخدمه فيها مش اقل من 4 نجوم. لكن الملفت للنظر ان انت معاك موبايلك، مجرد ان انت عندك باركود في الغرفه، مجرد ما تعمل عليه سكان بيفتح لك تطبيق يعرفك قواعد الاسلام ويديلك بكل اللغات يديلك خلفيه عن الدين الاسلامي. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه جزئيه الكرم العربي، ودي جزئيه مهمه جدا،
واعتقد انه مش عايز احرق حاجه، هتشوفوا حاجه تاريخيه في حفل الافتتاح. حفل الافتتاح ده هيكون حفل افتتاح غير مسبوق يوم الاحد ان شاء الله الساعه 4 بتوقيت القاهره، قبل ساعتين من موعد يعني المقرأة. الكرم العربي الكرم العربي حاتم الطائي هيذبح الحصان ولا ايه؟ لا لا، هو انت بتلاقيه في كل حاجه، لدرجه ان المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي وحارس مرماهم واللي هو قائد الفريق عمل على حسابه وعلى حسابه الشخصي، عمل بث مباشر من غرفته نقل فيها الاجواء الواو اللي في الغرفه بتاعته. يعني مثلا مش عايز اقول لك يعني حاجه كده، جناح فخم جدا، كل المخده اللي هينام عليها مكتوب عليها اسمه، العلم الفرنسي موجود جوه الغرفه بشكل مختلف، يعني حاجات بالنسبه لهم، بالنسبه للعيبه دي هو طبعا محترف، فخامه عاليه قوي. فخامه عاليه جدا وكرم غير طبيعي، بالاضافه الى ان الروح، يعني انت عارف كمان الروح، معظم الناس اللي عايشين في الدوحه، الجاليات العربيه بالاضافه الى الشعب القطري كلهم بطبعهم مضيافين، فبالتالي بتلاقي ترحيب من الناس بشكل غير طبيعي. ثقافه الاستضافه، ان انا البيوت اللي هو المجالس اللي هي الاعداد بتاعت الناس فاتحينها لكل الناس، لكل الجماهير، اماكن الاستضافه، اماكن الفعاليات نفسها، وكل ده مجانا، بالاضافه الى انك انت بطاقه المشجع دي بتتيح ليك ان انت تستخدم مترو من غير فلوس، بتتيح ليك انك انت تستخدم الباصات، الحافلات بتاعت التنقلات كلها مجانيه. فاجواء غير طبيعيه. اعتقد انه العالم بعد كاس عالم قطر 2022 هيغير نظرته تماما للمنطقه العربيه تحديدا. يعني قول لي، رابطه المشجعين العرب بقى، التجمع العربي ده، حاسين بتاثيره في الشارع؟ مليون في الميه تاثيره في الشارع، وهتشوفوه كمان في المدرجات. وعايز اقول لك ان رابطه مشجعي النادي الاهلي اللي هي طبعا، تسمح لي بس اقول للشوارب، عايزين نركز مع اسامه، سيبنا من الصوره دي المكرره بقى، خلينا نعيش في المداخله دي، لان هي دي نقلانا بشكل رائع جدا. كمل يا اسامه. عايز اقول لك يا باشمهندس انه رابطه مشجعي النادي الاهلي اللي تضم مثلا 70,000 مشجع في الدوحه، وهي الاكبر ما بين كل الجاليات العربيه، موجوده بشكل مؤثر كمان بالتعاون مع اللجنه المنظمه. موجود المستشار حسام ابو العيله فيها، واعضاء الرابطه موجودين، ان هم عملوا فريق اسمه الفريق العربي للتشجيع. واضح اهو، واضح. يعني حاجه بص بقول لك، حاجه مسخره 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 بجد. يعني الرابطه دي هتشجع كل المنتخبات العربيه، مصر، السعوديه، تونس، المغرب، وهيكون لها دور مؤثر جدا في مسيره هذه المنتخبات، اللي تتاح للمره الاولى المنتخبات العربيه هتلعب مونديال كانه بتلعبه على ارضها. يعني قطر بتلعب على ارضها، اوكي، الدوله المستضيفه، ولكن السعوديه نفس الشيء. يعني في السعوديه في مباراتها مع الارجنتين هي المباراه الوحيده اللي هيبقى فيها تنافس جماهيري في المدرجات، ولكن بقيه المباريات الثانيه افتتاح. المغرب نفس الشيء، تونس نفس الشيء، وهكذا. ففرصه غير طبيعيه للمنتخبات العربيه زي ما قلنا، وللمنطقه العربيه، ان نغير الصوره اللي الاعلام الغربي للاسف الشديد بيصدرها عننا بشكل سيء جدا. اسامه، في ضوء القرار لرئيس الوزراء هنا في مصر بالموافقه على كل من يحمل الاي دي بتاع الجمهور او المشارك في البطوله من حقه ينزل مصر بدون تاشيره وبدون رسوم، تتوقع في ضوء مشاهدتك للوضع عندك يحصل تدفق من جماهير المونديال والحضور على مصر؟ اتمنى وكنت اتمنى ان الخطوه دي يتم الاعلان عنها مبكرا كمان، ولكن عايز اقول لك كمان النهارده السفاره القطريه في القاهره اعلنت بشكل رسمي ان هيبقى في مناطق جماهيريه في مول العرب لمشاهده المونديال للجماهير اللي عايشه في القاهره. دي خطوه، برضو خطوه طيبه جدا، علشان الفيفا كان اختار 5 مدن في
بقى فيها فعاليات فان زون للجماهير. فالاستفارة القطرية قالت برضو ما ينفعش من القاهرة وهي قلب العروبة النابض ما يبقاش فيها مكان للفعاليات الجماهيرية، فتم الاتفاق مع الجهات المسؤولة في مصر انه هيتم تخصيص مساحة كبيرة في مول العرب لتكون دي الفان زون بتاع الجماهير المصرية خلال البطولة. الخبر الوحيد المزعج بخصوص المونديال والافارقه هو تاكد غياب ساديو ماني. ساديو ماني تاكد غيابه بعد العمليه الجراحيه ده الباركود للتعرف على كل ثقافتنا والهويه العربيه في المونديال. صحيح. دي حاجه محترمه جدا وحاجه نرفع لها القبعه كلنا، لانه حضرتك عارف استاذ ابراهيم انه من ساعه ما قطر فازت بشرف استضافه مونديال قطر وهي تتعرض لحرب اعلاميه غير طبيعيه شركة من المنافسين ومن الغرب بشكل عام اللي بينظر للعرب او بينظر للمنطقه الشرق الاوسط على ان هي منطقه صراعات. ينظروا الى العرب انهم غنيمه. صحيح للاسف الشديد، ولكن ان شاء الله انا اعتقد ان النظره دي هتتغير بعد اللي هيشوفوه في هذه النسخه الاستثنائيه من كاس العالم كره القدم. انت عملت فتره الاعداد بتاعتك بقى وجاهز لضربه البدايه؟ انا مش عايز اقول لك. انتوا في طوارئ طبعا. بنتمرن على ثلاث فترات. الله يكون في عونك. يعني ما تبخلش علينا بالتواصل عشان تحطنا في الصورة أول بأول بالطريقة الجميلة بتاعتك التفصيلية دي. أتشرف يا باشمهندس طبعا، وعاوز أقول لكم إن احنا قناة الكاس عندنا الحقوق بتاعت المونديال، عندنا نخبة كبيرة من البرامج حتى القناة بتاعتنا والمواقع التواصل بتاعتها والويب سايت بتاعها شغالين على مدار 24 ساعة لخدمة البطولة. شكرا جزيلا يا أسامة، وبالتوفيق دايما في شغلك وموفق على طول. شكرا جزيلا للصديق العزيز الإعلامي الأهلاوي المصري الجميل أسامة السويسي من دوحة المونديال، لأنه الحقيقة الأجواء اللي موجودة والتفاعل الجماهيري الكبير خاصة رابطة مشجعي الأهلي وهي الرابطة الأكبر عددا في قطر شفتوا تأثيرها في تكوين هذا التجمع العربي. عايز أقول لكم أنه بمجرد ما أعلن عن استفتاء لمين أفضل ظهير أيسر عربي مشارك في المونديال، أربع لعيبة دخلوا، متخيلين أن جمهور الأهلي العظيم يدخل مرة واحدة كده في تصويت ياخد علي معلول 80% من الأصوات وبقية الناس تتوزع عليهم 20% أيا كانت منتخباتهم أو أنديتهم. لكن هو آخر تحديث على لسان حد مش مبسوط من الحكاية دي. قال لك لا، هو وصل ل60 بعد ما تدخلت الجماهير وتنبهت، يعني عادي يقول ان دي جت في غفله يعني من مشجعي المنتخبات الاخرى. لكن عايز اقول حاجه، ما هو يا جماعه الناس اللي بتتكلم دي ما دي تاكيد لشعبيه الاهلي وفعاليه جماهير الاهلي. صحيح. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين يتمسك من عظمه لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاجواء بتاعه كاس العالم في الدوحه وشفنا كل الترتيبات اللي حاصله هناك. نتمنى ان شاء الله تعالى الغيبه ما تطولش ومنتخب مصر يعوضها في الدوره الجايه ان شاء الله، لكن يبقى كلام كثير في بعضمه لسانه. الاهلي في عيون جريئه لما بيتعرض الاهلي سواء لاتهامات او اثاره ازمات حواليه بتلاقي فيه اراء ايجابيه صريحه وواضحه حتى لو لم تصدر من اهلاويه، لكن تبقى العيون الجريئه قادره اللي بتقول على الحقيقه الموضوعيه واللي بتقول الحقيقه. على وضعيه الاهلي الاقتصاديه الزميل محمد شبانه نسمعه. ليه ما نبنيش كيانات اقتصاديه في ظل جماهيريه ضخمه هي الاكبر في افريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط؟ فالاهلي حط البذره ثم بدا الانطلاق. نبص لها بقى انه اهلي ونفطسها. فالاهلي حطها كده، لازم كله يبني
وكل يفكر كيف تبني كيان اقتصادي ضخم. ده انا لما انا شخصيا وانا قلت قبل كده لما كان انتخابات الكابتن الخطيب وانا بقدره جدا وبحبه جدا وعلى فكره خطيب اسطوره في كره القدم وراجل زميل انا في الاهرام سنين. كابتن الخطيب معانا في الاهرام 25 سنه ورغم كده لما جت الانتخابات وقفت مع المهندس محمود طاهر قلت انا عايز المهندس محمود طاهر حتى يتحول الاهلي لكيان اقتصادي. المهندس محمود طاهر راجل اعمال فحتى ينتقل الاهلي من نادي بتاع كوره لنادي بتاع كوره لكن كيان اقتصادي ضخم. ده كان فكرتي كده وقتها. وما ان المجلس بتاع الكابتن خطيب بيبدا يفكر هو كمان كده فاحنا داعمين ليه جدا وبقوه جدا. وعلى فكره وقلت الكلام ده قبل كده لما اختلفت مع الكابتن خطيب ومجلسه في هذه الفتره ولا زعلنا ولا اتخاصمنا ولا اتخانقت ولا اتخانقنا ولا كل الكلام ده عشان الناس اللي بتقول لك اللي بيختلف مع مجلس الاهلي المجلس خالص بالعكس نهائي لم يحدث وده شهاده حق يعني. فايه المانع ان القاطره دي ندعمها وندفعها وندفع كل من يجرب وكل من يسعى لان يكون بنفس الشكل. فعلى الانديه الشعبيه اللي بعد الاهلي تشتغل بنفس الفكر وكلنا ندعمها بدل ما نقعد انا ما عنديش راي اشمعنى الاهلي ما نشتغل كلنا ما نفكر ما تجيب ناس تفكر واشتغل وابني ليه ما نبني. هو زي ما قلت لك هي عيون جريئه بتقول الحقيقه ما ممكن تبقى جريئه لكن في الباطل لكن هو يقول الحقيقه يرصد ما يحدث في الاهلي ويقارن بين التصورات وينصف من يؤدي بالشكل اللي المشهود النمو الاقتصادي والنمو الانشائي والنمو الفني والعنايه انك تخلي العضو سعيد وتخلي الجمهور فخور يعني والاثنين يشاركوا بعض السعاده والفخر. انت ماشي بهذا التوازن ورصد نقطه مهمه جدا اللي هو بيشيد او بيساند المهندس محمود طاهر الخطيب ما خدهاش بغضاضه وبقت مشكله بينه وبينه بالعكس يعني عدت عادي ولا تنافس المتنافسون بيتنافسوا في صالح النادي الاهلي كل واحد بيعمل بطاقته. بس الحقيقه المجلس ده عدى كل الارقام القياسيه في تحديات شديده الصعوبه التحديات دي سواء على المستوى العالمي او المستوى الشخصي اللي يخص النادي الاهلي والمناخ اللي احنا بنشتغل فيه والاتحادات اللي بتتعامل معانا. فانا بمثل هذا الرصد بيهمني جدا لانه ده يعني المشاوره لما تجي لك من حد مش متحيز لك ولكن متحيز للحقيقه بتبقى لها قيمه كبيره جدا. طيب شبانه اتكلم على البعد الاقتصادي والقيمه السوقيه العاليه جدا للنادي الاهلي النابعه من كونه الاكثر شعبيه في الشرق الاوسط مش بس مصر ولا افريقيا. الجانب الفني كيف يراه بقى البلجيكي فاندن بروك اللي كان على الهاتف مع قناه صدى البلد مع الزميل هاني حتحوت نشوف انطباعه عن الاهلي ايه من الخارج. مستر فاندن بروك كيف ترى الاهلي كفريق ضمن القاره الافريقيه وضمن القاره وضمن يعني الفرق العربيه بما ان لك تجارب سواء افريقيه او عربيه وهو فريق وصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا مثلا عده مرات في السنوات الاخيره، كيف ترى هذا وهو المتوج التاريخي طبعا بالبطوله؟ I would judge it more as an European team. نعم سأحكم عليه كفريق أوروبي. كده مستوى أنظر الأهلي المستوى فالأهلي على قمة أفريقيا القمة الفرق الأفريقية مستواه جيد حتى إذا ما وضعته في منافسة قوية في أوروبا أعتقد أن الأهلي سينافس وبقوة. للحكم على الأهلي على المستوى الافريقي صعب لان 95% من الفرق لديهم بنيان جيد لديهم امكانيات ومنشات جيده في افريقيا
not much competence for them. لا لا توجد يعني يعني تحديات كافية للداخل أفريقيا. فمعنى هذا أن هيكل الأهلي جيد لأنه استمر على قوته وأدائه القوي سنوات طويلة بالنسبة لي. إذن هذا فريق مبني بناء جيدا وهو على قمة القارة الأفريقية وسيظل على هذه القمة لسنوات قادمة. هل ضمن طموحاتك مستر فاندنبروك هو تدريب الأهلي؟ yes, why not? طبعا لما لا، والأهلي فريق القمة، فهي واحدة من طموحاتي أن أعمل في مثل هذه الفرق. إذا سيسعدني كثيرا أن أدرب الأهلي في يوم ما وفي الدوري المصري وخاصة فريق قمة مثل الأهلي. يا جماعة الأهلي نموذج جاذب وليس نموذج طارد. عندما يأتي ذكر الأهلي أمام أي حد محترف بره أيضا يحترف الحقيقة ويحترف رصدها. شفنا كلام مدرب بلجيكي، مدرب بلجيكي يعني إيه؟ يعني جاي من خلفية بتاعة النادي اللي كان مصنف رقم واحد حتى عهد قريب السنة اللي فاتت، وهو رقم اثنين على مستوى العالم، ونجومه بيثروا الكرة العالمية في ريال مدريد وهنا وهنا وهنا، وهم اللي بيعملوا الأمجاد دي نجومه. فبيقول لك النادي الأهلي معياره معيار أوروبي مش معيار إفريقي. وأنا أتمنى أن يأتي اليوم أن يصبح الأهلي هو المرجعية للأندية الأوروبية بقى. ده الطموح، ده الكلام، أنك أنت في يوم ما الأندية الأوروبية يقول لك عايزين نعمل زي النادي الأهلي. سيأتي هذا اليوم صدقوني. أنا مش دريمر ومش حالم. ادوا الأهلي الفرصة العادلة وشوفوا هيعمل إيه. عايز يتطور، ميزانياته ابتدت تجذب الشركات العالمية تنظر إليه الآن. ليه ما يجوش يستثمروا في النادي الأهلي وفي اسمه وفي شعبيته؟ أتمنى الصورة الطيبة دي. اللي ما من مدرب اشتغل في النادي الأهلي حتى لو راح الانديه المنافسه، شوف كارتيرون بيقول ايه دلوقتي. واخد بالك؟ وهو موجود بكابر ولابد. وبكره فييرا ده لما يسيب مصر شوف هيقول ايه عن النادي الاهلي. لان الحقيقه ساطعه لا يمكن اطفائها، لا يمكن اطفاء الشمس. والحقيقه اللي دايما لا يطفئ الشمس ودائما لا ينكر الحقيقه الكابتن حلمي طولان الراجل المدرب المحترم. نسمعه. النادي الاهلي دعم بثلاث لعيبه منهم اثنين بيلعبوا، وطبعا وانا شايف ان النادي الاهلي عنده تخمه من اللعيبه ومن النجوم الحقيقه تيم. يعني الاهلي كان صح ان هو ما اشتراش لعيبه كتير؟ طبعا كان صح. طبعا يعني محمود متولي راجع كويس قوي، عامل تقل بشكل قوي جدا في خط ظهر النادي الاهلي. ايوه كمان اللعيب سافيو البرازيل، لعيب كويس قوي فارق وهيفرق، هيفرق معاهم كل ما يندمج هيفرق جامد جدا. كولر رايك في ايه؟ اتفرجنا عليه ماتشين في دوري الابطال كسبهم مع اتحاد المنستيري التونسي، وثلاث ماتشات في الدوري كسبهم برضه. ايوه وشكل الاهلي مع كولر ايه رايك ايه كبدايه يعني؟ هو باين عليه مدرب شخصيه هاديه. ايوه مش منفعل ومش انفعالي، وده يصلح في الفرق الكبيره. زي انشيلوتي في الريال مثلا. ايوه مش منفعل، هتلاقي اسلوب تعامله هتلاقي بيتعامل باحترافيه لكن بهدوء وبرزانه، وعامل علاقه حلوه مع اللعيبه. انا شايف ايوه وده انا شايف ان ده يقدر يسيطر بشكل كويس قوي على غرفه الملابس، يقدر يسيطر في الملعب. فانا شايف انه يعني فنياً هينجح مع النادي الاهلي بشكل كويس. فنيا رايك ايه في اداء الاهلي يعني مع كولر؟ هقول لك هو في الجانب الدفاعي في النادي الاهلي بقى اقوى. يمكن لسه في الجانب الهجومي حجم وصول النادي الاهلي لمرمى المنافس مش كتير وده مع الوقت هيجي. بس عنده استحواذ اكتر، بس عنده استحواذ، الضغط عليه بيقطع كرة بسرعه. بالظبط يعني شايف ان الاهلي الامور ماشيه كويس وكولر مدرب مناسب للنادي الاهلي كبدايه. مفيش شك. حلمي طولان الراجل الراقي المهذب وهكذا ابناء الاصول حتى في خصومتهم راقيين، وهو مش في خصومه الحقيقه، هو لعب في نادي منافس ولكن يكن الاحترام
لمن يستحق الاحترام، وهو يرى ان الاهلي يستحق الاحترام واكثر. جاء كلامه عن النادي الاهلي منصفا ما سمعناهوش من ناس كتير. يعني الحقيقه تحديدا كده كان يقدر يقول لك ايه ما عملش صفقات، ايه المدرب مش عارف بدري نحكم عليه، لكن جاء منصفا قال لك عنده تخمه في اللاعبين، واللعيبه اللي جابها في الاماكن اللي محتاجها، ومش هجيب حد الا اذا كان محتاجه في مكانه، واثنى على المدرب بتاعه. وهي دي الخصومه الشريفه النبيله. قال لك زي انشيلوتي. ها؟ قال لك زي تجربه انشيلوتي بالظبط. دي انشيلوتي في ريال مدريد لم يلهث وراء صفقات، ولكنه بالموجود قدر يكسر الدنيا ويبقى النهارده افضل نادي في العالم وافضل مدرب في العالم. الحقيقه المنافسه الشريفه دي هي دي اللي عايزينها تسود. طيب نشوف راي الكابتن علاء عبد العال ايضا في الشق الفني. انا شايف ان كولر ماشي بشكل كويس جدا. مكسبه للسوبر هو بوابه الدخول او الثقه ما بينه وبين جماهير النادي الاهلي، ودي كانت مهمه جدا، لان مكسبه مش مجرد مكسب على النادي عادي، لا النادي المنافس ليه نادي الزمالك اديت له كثير جدا من الدعم الجماهيري. بدأ بدايه كويسه جدا في الدوري، حتى شكل النادي الاهلي مختلف. ده يعني صحيح. لازم نتفق ان شكل النادي الاهلي مختلف، ودي اللي احنا اتكلمنا فيه. يمكن البعض كان بينتقد اداره النادي الاهلي في عدم التدعيم اللاعبين. اداره النادي الاهلي كان تدعيمها في إراحة اللاعبين. برافو عليك، حلوة الجملة اللي خدوه. نهاية الموسم اللي فات كان قرار صحيح 100%. صح. اشتروا بقى لعيبه جديده اللي هي اللعيبه القديمه بتاعتهم. أيوة. نتيجه اراحتهم، ان هم عرفوا المشكله فين. المشكله اجهاد اللاعبين. فبالتالي تحليل رائع. تدعيم في ثلاث صفقات فقط. اعتقد ثلاث صفقات من العيار. شفنا اثنين، شادي وسافيو، الاثنين اثبتوا وجودهم. بالظبط. لسه مصطفى سعد الشهير بميسي، لسه قدامهم لسه صغير، هم برضه بيبنوا مستقبلا. يعني انا عارف النادي الاهلي خلص اكثر من ست او خمس صفقات من صغيرين، كريم الدبيس ورجان وزعلوك وياسين صبرا. نعم. فالاهلي بيشتغل بالكيف دلوقتي وليس الكم، فده شيء مهم جدا. كلام يؤكد على المؤكد ويشيد طبعا بتجربه المدرب كولر، ولكن في خبر طريف كده مش عايز تقوله؟ هو الحقيقه كلمه الكابتن علاء عبد العال انه الاهلي اهتم بالكيف مش بالكم، فجاب نوعيه معينه. من النوعيه اللي جابها كان سافيو البرازيلي، واللي اشاد بيه الكابتن حلمي طولان برضو. سافيو كان في الغردقه في اجازه، اسره الفندق اللي نزل فيه عملوا له لقطه للترحيب بيه نشوفها. Thank you so much. You're welcome. Escrito Arli. Olá, Arli. Nossa, que lindo, viu? Viu? هذا هو المطلوب بالضبط، الحس التسويقي السياحي، انك تدي لقطه تسعد، شوف السعاده لاسرته لما لقت لمسه بسيطه. ولسه بيحضرني كلمه الصديق اسامه السويسي بيقول لك المنتخب الفرنسي دخل لقى العلم الفرنسي ولقى كل لاعب اسمه مكتوب على المخده. دول يعني هذا هو الفكر الذي ينبغي ان يسود اسعاد الناس. اسعاد الناس اللي تعمل لك اقصاد قوي طبعا، انك انت تبقى صديق للاجنبي. صديق للسائح اللي جاي يضمر الخير لبلدك. وريله جانب الطيب الكريم بتاعك اللي فيه حسن الاستقبال. شوف الشقه بتاعت زوجة سافيو، ثانك يو ثانك يو، لفته جميله وبسيطه. هو ده اللي احنا نقصده. يا رب نبقى شعب سياحي من الدرجه الاولى. طيب في قضيه الاهلي مع عبد الله السعيد، لان حتى دي الاهلي لا يسلم رغم وضوح الموقف ورغم سلامه تداول الموضوع تداوله بطريقه غلط جدا، انما يتم تداوله ومناقشته بشكل حتى غير قانوني، وكان الناس مش فاهمه ومش عارفه ايه الموضوع، انه ده
نص في العقد موجود، دي قيمة في شرط جزائي منصوص عليها في العقد وموقع عليها اللاعب، ثم تم تثبيتها لما أهلي جدة استكتب عبد الله سعيد على إقرار إنه في حال صدور أي عقوبات أو أي تبعات أخرى تنجم عن هذا الفسخ يتحملها هو. إذا كان هناك إدراك لحقوق النادي الأهلي اللي موجودة في هذا العقد، وهو مضى على وهو موقع على هذا الكلام. هذا الموقف القانوني الواضح استرعى اهتمام الكابتن محمود فايز والكابتن أسامة نبيه، نشوف كان رأيهم فيه. عبد الله السعيد ظالم ام مظلوم؟ ان النادي الاهلي يبقى عنده سقف في المرتبات حق طبعا اصيل من لاي نادي. النادي الاهلي بعد كده لما جمدوا او عرضوا للبيع ما هو حق اصيل برضه من اي نادي ان هو يوقف اللعيب. انت بتاعي خلاص بقى، انت مضيت، انت رجعت ومضيت. اجيبك انا حر، انما كان حقه انه يوقف. بس ده مش احترافيه خالص يا محمود. انا مضيت، رجعت، جمدتك، هي في رغبه ولا مفيش رغبه؟ هو انت لما رجعتني دي كانت رغبه ولا مش رغبه؟ لما نادي الاهلي حب يرجع عبد الله السعيد كانت رغبه ولا مش رغبه؟ رغبه بقى، رغبه ان هو يستفيد منه ولا رغبه انتقام؟ خلي بالك الزمالك لما اينو مضى في النادي الاهلي جمده. طبعا جمده، جمده لما اينو مضى في نادي الزمالك جمده، وكان بيجي يخليه يتدرب الساعه 7 الصبح. لا ما احنا تاريخ، عشان بس انشط لك الذاكره. الزمالك ال 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 يعني هو مهيب وهو بيقول له ما الزمالك كان بيجمد اينو عشان مش راضي يمضي اخر 6 اشهر قبل ما يروح الاهلي. ايوه، واستشعر الاهلي عايزه او قبليها بمده. يعني اللي انا عايز اقوله ما فيش حاجه اسمها انتقام، هي الفكره كلها اللي حصل ان النادي الاهلي لقى ان المبلغ اللي واخده الكابتن عبد الله هيعمل له اشكاليه كبيره جدا في اوضه اللبس مع الفريق، خصوصا ان هو النادي الاهلي كان متصور ان اللي بيتعرض له كابتن عبد الله قبل ما 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 ما, ما يوقع كانت ضغوط او كانت وعود، لكن اكتشفوا انه مخلص كل حاجه. ها، وكان بيقول لهم انا لسه بستخير، انا بقى ما يعني ما قالهمش ان انا خلاص تعقدت، ده حق اللعيب ان هو يقول لهم لا مش هجدد، انا حر. انا خلاص. طب انت مضيت وخلصت، روح بلغ ناديك انا مضيت وخلصت وشكرا. عايزني انا محترف. كان الموضوع هيبقى في نوع تاني. زي احمد فتحي، ما قال احمد فتحي قال انا مش مكمل وفضل يلعب لغايه اخر يوم. لاخر يوم. كمان انت هنا بقى انت عندك القرار. تسيبني في وسط الفرقه بالظبط ولا تقول لي شكرا وديك طيب عارف. تزعل مني ولا ترضيني عشان اكمل معاك. هو الفكره كده بس. كل ده سيبك منه لان دي عوده الى الماضي، احنا بس بنتكلم ان الناس اللي بتقول لاني شايف نغمه كده لاستثمار هذه الواقعه. هو بيعمل ايه الاهلي لما يختلف مع لعيب لدرجه ان في مقارنات لا تقارن؟ يعني مثلا المقارنه بموقف الاهلي من الكابتن عصام الحضري. كابتن عصام الحضري كان لسه مجدد قبلها بشهرين 3 سنين وكان متأيد افريقيا، واتقال له استنى في الصيف عشان نقدر نجيب جون تاني مكانك في القائمه الافريقيه. فلم يخطر احد وسافر، وكانت المشكله بالشكل ده، مشكله طبيعتها مختلفه. ولا يتحدث احد ان الزمالك في قضيته مع كهربا كان يبحث عما يتصوره حقا له، واخد بالك؟ وان كهربا ما راحش على النادي الاهلي، ده راح بره ورجع بعديها بكام شهر بعد ما انتهت تجربته مع النادي ده، قعد شهرين 3 في فتره بينيه ما راحش على النادي الاهلي، ما رجعش على الاهلي. اقحام الاهلي في كل مشكله عشان يبين ان الاهلي عنده خطا، دي محاوله ماشي بس ما انجرفش اليها المحايدون. كابتن اسامه نبيه عايز يشوف الموضوع كده وحر، لكن اللي يجي يعلق بشكل حيادي، وهنا يعني من المرات القليله اللي الكابتن مهيب ياخد دور المحايد ويذكره بموقف مماثل في الزمالك. مفيش نادي مش هيحاول يدور على حقه، وخلاف في هذه القضيه بالذات الاهلي ماضي على عقد كان يستطيع ان يرفضه الكابتن عبد الله، لا مش همضي على الشرط ده. طب هو لما جه يفسخ مع نادي
اهلي جد مضى على شرط ان هو يتحمل العقوبه. واخد بالك؟ فمش عايز اخوض في التفاصيل، انا مش عايز اتكلم في الحاجات دي، ولكن في النهايه كابتن عبد الله يدافع عن حقه كما يراه، واذا كان له يعني ما يتصوره ثغره في الحكم هيستفيد منها، وهو ناس هيمتثل النادي الاهلي ببساطه من غير ما شفته بقى، ما الموضوع بسيط قانون. أنا لا يملك الأهلي من الناحية المسؤولة مسؤوليته أن يدافع عن حقوقه اللي في العقد، أن يفرط في حقه منصوص عليه عقد. عقد هيتهم بإهدار مال عام في قيمة. هو الاتحاد الكرة لحد النهاردة بيحاسب على إنه ما جريش ورا حقوقه ليه ده بعض الجهات ولا لا؟ مش دي من ضمن المخالفات التي رصدت في وقت الوزارة ما كانت بتفتش؟ فده النادي الاهلي بيدافع عن الحق. طيب الذي يعفي الاهلي من المسؤوليه حاجتين، يا ياخد الحق يا يتحكم ان ملوش حق. غير كده لا تطالب الاهلي بشيء، ليس انتقاما من كابتن مع عبد الله. كابتن عبد الله ساب الاهلي امتى؟ من 5 سنين. مستمر وبيلعب الراجل ما حدش جه ناحيته. لكن في الحقوق هذه ملاحقه حقوق مش ملاحقه انسان. انت مش متعقبه بال 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 بالمنغصات. انت رفعت قضيه الجهه القضائيه ادتك حقك، هو بيطعن في هذا، هذا حقه. ايا ما تكون الحكم يجب ان يحترمه الجميع، واولهم اللي بيهاجموا دلوقتي هذا الاجراء من النادي الاهلي وهذا الحكم. ده كلام مهم جدا، اذا لا شيء غير القانون. نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. القضيه اللي اثيرت اليومين اللي فاتوا بعد قرار رابطه الانديه بمعاقبه 986 مشجع من مشجعي الاهلي مباراتين وحرمانهم من دخول المباريات، عقوبه كانت غريبه وجديده انه يتم تحديد هذا العدد على نحو الدقه منسوبا اليه فعل ما حدش سمعه، الى درجه ان الكابتن احمد شوبير قال للنائب احمد دياب ما حدش سمع الهتاف اللي انتوا عاقبتوا الجمهور عليه. نشوف رد الاستاذ احمد دياب. كانت حرمان جماهير النادي الاهلي حوالي 1000 من مشجعي النادي الاهلي، فجماهير البعض يعني بيقول انه هذه العقوبه بتعني حرمان الاهلي من جماهيره في مباراتين قادمتين. هي طبقت على حضور المباراه. نعم. فبالتالي الاهلي مش محروم من جماهيره المباراه القادمه ولا حاجه، ولكن لا، عشان بس عشان الجمله تبقى واضحه، انت بتقول انه 986 او ما يقارب من 1000 يعني دول كانوا الحضور، دول ممنوعين مباراتين. تمام، ولكن لكن انت قصدك ان في جماهير تانية ممكن تدخل عادي؟ عادي خالص، يعني ال 3000 المسموحين للنادي الاهلي بالمباريات وهيتباعوا عادي. أيوة. فبالتالي النادي الاهلي هيبقى جمهوره موجود معاه. نعم. كنتوا اعلنتوا ان الدوري نهايته 30/6، هل هتقدروا تخلصوا في 30/6 ولا كده احتمال ندخل شويه في شهر 7؟ لا ان شاء الله في 30/6 زي ما اعلنا الجدول. ده لان ده اللي فيه مصلحه الكره المصريه. وهل الموسم المقبل بقى خلاص هنقدر نقول ان الدوري هيخلص في ميعاد جيد وانه نقدر ناخد اجازتنا وراحتنا ونعرف نشتغل بشكل كويس؟ ان شاء الله الموسم هينتهي في 30/5 الموسم القادم، وهو ده البلان اللي احنا يمكن قلنا الموسم القادم ينتهي في 30/5 ان شاء الله. ولو حضرتك تفتكر الموسم اللي فات احنا قلنا احنا محتاجين 3 مواسم عشان نرجع بيها للمواعيد الطبيعيه. حصل. فانتهينا الموسم اللي فات 30/8. الموسم ده ان شاء الله 30/6 والموسم القادم 30/5 عشان نبقى زي الدوريات الكبيره في العالم كله. 10 على 10. يكون عندنا جميل. الاجازه بتاعتنا ونبدا في المواعيد الويندو الطبيعيه. تظل يعني الرغبه الملحه للجميع زياده الجماهير، بداتوا اظن ب 1500 ووصلتوا ل 3000. هل في امل في حاله الالتزام انه مع بدايه الدور الثاني الثلاثه دول يبقوا 5 لكل فريق؟ الامل موجود يا كابتن. نعم. وعاوز اكد تاني احنا ما عندناش غير حلم واحد من اول يوم تم انتخابنا. أيوة. فيه، وهو عوده الجمهور بالفول كفاس. حلو قوي. والحقيقه ان احنا شايفين ان كل مؤسسات الدوله المصريه بتدعم الانديه والكوره وعاوزه عوده الجمهور. طيب. ولكن هو حلم وحيد ان شاء الله يتحقق ان احنا نشوف مدرجاتنا في الدوري العام تاني بالفول كفاس. يا رب. اذا غرابه هذا
القرار اللي صدر بمعقبة 980 انها صدرت على واقعة ما حدش حس بيها، ما حدش سمعها، حصل عليها فوكسنج من مين؟ واخد بالك؟ صدر قرار ما حدش يعني ما شفتش انا بقول ايه وانت حضرتك بتقول ايه، اللي يغلط يتحاسب بس تبقى مسطرة واحدة. طيب الخطأ اللي ما حدش حس بيه، ما حدش كان متوقع ان يصدر عليه قرار. النقطة الثانية، جماهير الاهلي عليها ان تصر بالحضور بالفول كاباسيتي بتاعتها ب 3000، وان بره الاعداد بره العدد اللي خد عقوبه ماتشين. ما هي عقوبه واضح ان بيقول لك دي عقوبه شخصيه على دول. اللي انا شخصيا وحضرتك مش مرتاح لها، مش مبسوطين منها طبعا، وما شفتش ناقد تناولها، استاذ محمد شبانه، الكابتن شوبير، وغيره وغيره، الا ما كان مندهش جدا من العقوبه دي ومش موافق عليها، لان ما فيش عقوبه بالمنظر ده جلوبال كده يعني، على حاجه ما حدش شافها ولا سمعها. انما في الاخر جمهور الاهلي لازم يكون مصر على الحضور، جمهور الاهلي يؤدي دوره اللي يسمح بزياده الاعداد. يعني انا اول مره هختلف مع كابتن شوبير، انا مش عايزهم 5000، 5000 مش عداله، لان 5000 ممكن يتساوى فيها كل الجماهير، لكن الفول كاباسيتي زي ما قال كده، السعه الكامله للاستاد بالجماهير، هي دي العداله اللي كل واحد يقدر يجي ويمثل بجمهوره الحقيقي. واللي نتمنى ان يرجع جمهور الاهلي يوري الناس حجم النادي الاهلي بالاسلوب اللائق بالنادي الاهلي وبالرياضه، ويقف في ظهر النادي الاهلي زي ما شفنا في ماتش السوبر كده. عايزين نرجع بالفول كاباسيتي، ودي مسؤوليه مشتركه بين الجهات المسؤوله وبيننا كاعلام قبل ان نقول مع الجماهير. ده كلام مهم جدا يا جماعه، لانه مبدئيا لم يثبت الخطا، لكن قال ان احنا كنا قافلين الصوت. طب الصوت بيبقى مفتوح من قبل جماهير اخرى في مباريات اخرى بتطال النادي الاهلي، العقوبه بتختلف. هنا العداله والمسطره الواحده. لائحه المسابقات بتنص على انه في حال السباب الجماعي عندك عقوبات ماليه. ليه تطرقت اللائحه او تطرق اعضاء او مسؤول رابطه الانديه واداره المسابقات الى حرمان الجماهير بعقوبه شخصيه؟ قال لك لانه اللائحه بتقول انه اداره المسابقات لها ان تتخذ ما تراه من عقوبات لم ينص عليها. فوصفت ما حدث من الجماهير انه كان هتاف خارج نطاق الرياضه. طيب المسطره الواحده على البقيه، بقيه الانديه وبقيه الجماهير. ده اللي احنا بنطالب بيه، العداله والمسطره الواحده. لكن على فكره بمناسبه بقى العداله والمسطره الواحده، ما هو الناس بقت تستغرب. النادي الاهلي عشان عنده قدر حتى في التعامل الاعلامي مع كل الناس بشيء من الاحترام وشيء من التسامح وشيء من عدم الانفعال في الرد، بيبقى الرد غير كده. فيديو مهم للاستاذ حسن المستكاوي مع الزميل ابراهيم فايق، محتاج تعليق. ما تحبش الكلاشيهات في العناوين نهائي نهائي. يعني اقول لك مره مثلا كتبت بلا بلاش بقى ما. يعني الزمالك مره اتغلب ماتش زمان زمان، ها ماشي. عشان الزمالك دلوقتي ما بيتغلبش، زمان بتكلم على زمان، ها ماشي, ماشي. زمان زمان قوي عشان يطلع دلوقتي يقول لك يعني اشمعنى الزمالك كده افتكرت ان هو اتغلب. خليها الاهلي يا استاذ حسن خلاص. الاهلي ما ينفعش، عشان انا كتبت عنوان دموع كان فيه مسرحيه. ما هو ده اللي يعني بيقول عليه الحرص الشديد، لو قلت حاجه لازم تدخل الاهلي فيه. لا هي كمان انما هو خليها الاهلي يا استاذ حسن. ما هو يعني الاستاذ حسن المستكاوي خايف الراجل من مغبه انه يقول الزمالك اتغلب فيحصل رد فعل وحش، فبيقول لك زمان انا ما قلتش الزمالك اتهزم، انا قلت زمان، وعمال ياكد عليه بخفه دم يوما ما. فابراهيم فايق يقول له لا، طب خليها الاهلي باعتبار ان الاهلي مامون الجانب، باعتبار ان الاهلي مش هيغضب ومش هيزعل او مش هيبقى رد فعله في اي اساءه لحد. عموما ده فيديو دال جدا يا جماعه، دل على قيمه التعامل بتاعه النادي الاهلي، وايضا على ما يعانيه الاخرون من تعليقات وتعقيبات وربما اساءات في حال لو ذكر مجرد نتيجه مباراه. يعني وخصوصا لو كانت في 1905
ما هو عم بالظبط. الاهلي وصل لهذا القدر من الترفع والقيمه لانه اضاء طريقه عبر سنوات طويله الكثير من الشموع الحمراء. طلعت حرب باشا اللي بنى مصر كان في الاصل اهلاوي. طلعت حرب باشا هو اللي بنى الاقتصاد المصري، رجل الاقتصاد المصري، مش بس انشا بنك مصر ولا عدد من الشركات الوطنيه، لا عمل على تنصير الكثير من الشركات والهيئات الفاعله في الاقتصاد المصري في بدايه القرن الماضي. علاقته بالنادي الاهلي نشوفها في هذا التقرير. طلعت حرب باشا واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ النادي الأهلي لدوره الكبير الذي لعبه في خروج هذا الكيان للنور. هو محمد طلعت ابن حسن محمد حرب من مواليد 25 من نوفمبر عام 1867، لقب بأبو الاقتصاد المصري، فقد عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية. ولد بالقاهرة وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1889، والتحق بالعمل كمترجم بالقسم القضائي بالدائرة السنية، ثم أصبح رئيسا لإدارة المحاسبات، ثم مديرا لمكتب المنازعات، حتى أصبح مديرا لقلم القضايا. وفي عام 1905 انتقل ليعمل مديرا لشركة كومومبو بمركزها الرئيسي بالقاهرة، ثم مديرا للشركة العقارية المصرية والتي عمل على تمصيرها حتى أصبحت غالبية أسهمها للمصريين. وفي عام 1910 حاولت الشركة المالكة لقناة السويس تقديم مقترح لمد امتياز الشركة 50 عاما أخرى، إلا أن طلعت حرب ساهم في حشد الرأي العام لرفض ومعارضة هذا المقترح، وأصدر كتابة مصر وقناة السويس، حيث أثمرت هذه الجهود عن قيام مجلس النواب برفض هذا المقترح. شارك في ثورة 1919، وبدأت بعدها تتبلور فكرة بنك وطني للمصريين للتحرر من الاحتكار المصرفي الأجنبي، وساهم في إنشاء شركة التعاون المالي بهدف الإقراض المالي للمصريين. ومع انتشار دعوته التف حوله الكثيرون ونجحوا في تأسيس بنك مصر عام 1920، وتولت العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى داخل وخارج مصر قبل أن يجبر على الاستقالة من البنك عام 1939. كان لدى طلعت حرب أيضا العديد من المساهمات الأدبية والثقافية، كذلك لديه بعض المؤلفات الأخرى مثل مصر وقناة السويس وتاريخ دول العرب والإسلام، كما كان من أعضاء الجمعية الجغرافية. كان طلعت حرب من الأوائل الذين قدموا دعما ماديا للنادي الأهلي في بداية تأسيسه، حيث احتاج النادي لاقتراض مبلغ 1000 جنيه من البنك الأهلي، وكان هذا القرض بضمان طلعت حرب بيك بالإضافة لعمر سلطان بيك وإدريس راغب. أيضا قام طلعت حرب بدفع مبلغ 100 جنيه كتبرع للنادي الأهلي في بداية تأسيسه، حيث كان هدف شركة النادي الأهلي عند تأسيسها جمع مبلغ 5000 جنيه. وكان محمد طلعت حرب باشا عضوا للجنة العليا للنادي الأهلي في الفترة من سنة 1916 وحتى 1921. توفي طلعت حرب عام 1941 في قرية تابعة لفرسكور بدمياط، بعد أن حقق للشعب المصري نهضة اقتصادية وأثبت للعالم أجمع قدرة الإنسان المصري والعربي على إدارة أعماله بمفرده دون الحاجة للوصاية الأجنبية عليه. مش من أهم الشخصيات الأهلوية بس، من أهم الشخصيات في تاريخ مصر. يعني طلعت باشا حرب خريج مدرسة الحقوق، ها، رجل حقوقي له في القانون، يصبح أهم اقتصادي في تاريخ مصر، وبعث النهضة الحقيقية، والذي أثمرت جهوده أولا على منع وأوقف بمؤلفاته وموقفه المناهض لمد الامتياز بتاع قناة السويس
من 99 سنة يضاف إليهم 50 سنة وأثمرت هذه الجهود، إن مجلس البرلمان وقتها رفض هذا المادة يعني، ويلح على إنشاء بنك مصر قاطرة الاقتصاد المصري اللي بمجرد إنشائه تقريبا تم تمصير الاقتصاد المصري. وإنه الغريبة يا أستاذ إبراهيم، لا جديدة تحت الشمس، النفسنة والغيرة، هذا الرجل بقيمته الاقتصادية الفظيعة ينشئ بنك مصر 1920 عشان يوقف ويطرد منه 1939. النفسنة واحدة، لكن التاريخ ينصف مين؟ ينصف أولئك الذين امتلكوا العبقرية والحلم والريادة. بس إذا كان عمر لطفي كان حالما بإنشاء النادي الأهلي، فكان طلعت حرب هو المنفذ، لأن الاقتصاد كان عنده يعني 5000 جنيه رأس المال، اضطر يقترض النادي الأهلي 1000 جنيه، ساعد طلعت حرب في هذا الاقتراض وساهم بمية جنيه هو وإدريس باشا يتنازل عن أسهمهم. إذن هؤلاء العظام الذين ينبغي أن نتقف أمامه عشان نعرف كيف نشأ الأهلي في أحضان الوطن المصري وهمومه ومشاكله ورجاله المهتمين بشؤون الوطن، وكان تمصير الرياضة أحد الأهداف زي تمصير الاقتصاد من خلال إنشاء النادي الأهلي. النادي الأهلي يا جماعة والله جزء هام جدا في تاريخ مصر، ونفخر به ونكون دون أي واحد يحاول أن يحارف تاريخه. ليبقى الأهلي زين النوادي، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله، تحية وجلالا.